بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناة الأهلي. والنهاردة إن شاء الله مباراة الأهلي مع فيتا كلاب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، واللي إن شاء الله هتتلعب على استاد القاهرة، واللي نتمنى إن شاء الله تكون النتيجة في صالح النادي الأهلي. قبل ما نتكلم على ماتش النهاردة عايز أتكلم في موضوع محيرني ومحير البعض. هو حضرتك لما يكون الأهلي يعني بعيد عنك يعني في إدارة حكيمة بتراعي مصلحة النادي قبل كل شيء، والأهلي لما بيجي ياخد قرارات بياخد قرارات مدروسة مش محتاج تقييم لا من منافسين ولا حتى من أصدقاء. يعني النادي الأهلي من المفترض إن أي قرار بياخده مش بياخده بصورة عشوائية. عمر النادي الأهلي ما كان كده عمره، إنما بيتم مناقشة كل شيء قبل ما يطلعوا القرار. وعلى فكرة واجب علينا هنا في قناة النادي الأهلي إن احنا ندافع عن النادي الأهلي، عشان اللي ساعات بيزعلوا ويقول لك انتوا ما بتقولوش الحقيقه او لا، احنا بنقول الحقيقه وواجبنا ان احنا نساند النادي الاهلي، نساند مجلس اداره النادي الاهلي، نساند الجهاز الفني للنادي الاهلي، الاجهزه الفنيه كلها مش كره بس، نساند لعيبه النادي الاهلي، كلنا كده واجب علينا نعمل كده. انا دلوقتي لما بيحصل حاجه في النادي الاهلي بقفل على نفسي، باخد قراري، ماليش دعوه باي حد تاني، مش مطلوب من اي حد تاني ولا اي نادي منافس انك تناقش قرارات النادي الاهلي. هو سعادتك بتناقش قرارات النادي الاهلي ليه؟ ما تخليك في نفسك الاول. يعني اي قرار بياخده النادي الاهلي بتلاقي منافسين بيقعدوا يحللوا القرار. ليه بتحلل القرار؟ وبعدين يحلل القرار في ايه؟ مش مثلا عمود مثلا بيتكتب واحد بيقول رايه، لا في قناه. يعني قرار واخده النادي الاهلي بيتحلل في قناه غير قناه النادي الاهلي، قناه فئويه، مع ان حضرتك من المفترض انك تحلل القرارات بتاعتك انت، بتاعت النادي اللي يخصك، بتاعت القناه. مثلا الجهاز الفني لما خد قرار في عقوبة محمود كهربا، مش مطلوب ابدا ولا فيها كمان. يعني انت الواحد لما تقعد تفكر فيها تقول طب الراجل ده طالع في قناة غير قناة النادي الاهلي بيناقش عقوبة النادي الاهلي الكهرباء. عارف لو اي قناة عادية ماشي، انما قناة فئوية ويقول لك ايه الاسباب كذا وكذا 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 وكذا. حضرتك لو انت عندك فكره عن النادي الاهلي، النادي الاهلي طول عمره صاحب مبدا. النادي الاهلي طول عمره عنده حاجه اتعلمناها طول حياتنا، ان انت مالكش دعوه غير بنفسك انت بس والنادي بتاعك انت بس، ما تبصش لحد تاني، ما تتكلمش عن حد تاني، ما تتكلمش خالص. انما على مدار 3 ايام عمالين يتكلموا في قناه منافسه، ايه رايك في القرار، ايه رايك في عقوبة كهربا، ايه رايك مش عارف، هو ايه ده؟ هو حضرتك قناتك اسمها قناه الاهلي ولا هي قناه عامه تقدر تتكلم في الموضوع ده؟ دي قناه فئويه. يعني انا من حقي اتكلم على اللي بيحصل جوه نادي تاني منافس، واحنا عارفين ان يعني في حاجات كتير جدا نتكلم عنها، لا مش اسلوبنا ولا مبدانا في النادي الاهلي، وما تعلمناش كده في النادي الاهلي. كل نادي اكيد عنده مشاكله، كل نادي عنده قضايا يناقشها مع نفسه، كل واحد يعمل كده براحته، هي طريقه التعامل هي اللي بتفرق في الموضوع ده كله. هل انت شفت حضرتك في النادي الاهلي جينا اتكلمنا على نادي منافس في القناه هنا ان هو خد قرار في كذا او عندك مشكله في كذا؟ ده احنا يعني لو جينا بقى عن المشاكل ده احنا ممكن ايه نتكلم من هنا للصبح،
انما احنا ده مش اسلوبنا ولا منهجنا. احنا في قناه الاهلي هدفنا معروف، بندافع عن النادي الاهلي، بنشيد بالايجابيات وبننبه على السلبيات. حتى لما بنيجي بنتكلم على سلبيه من السلبيات، لما بنيجي ننتقد بيبقى نقد بناء مش نقد هدام. ده النادي بتاعنا، دي قناه النادي الاهلي اللي المفروض تقف ورا النادي الاهلي مش تهد النادي الاهلي. والكلام ده برضو عايز اقول لبعض جماهير النادي الاهلي، احنا يا جماعه مطالبين ان احنا نساند النادي الاهلي، نساند مجلس اداره النادي الاهلي، نساند الجهاز الفني او الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي، نساند لعيبه النادي الاهلي. ده واجب علينا. يعني مثلا حضرتك عندك في ناديك ازمه مستحقات وازمه مش عارف تجديد لعيب وازمه مش عارف ما بين حراس المرء، شفتني انا جيت اتكلمت؟ لا مش هجيب سيره الموضوع ده خالص. انا مالي؟ احنا مالنا؟ هنا قناه بتدافع عن نادي، انت عندك قناه بتدافع عن نادي، خلاص خليك في النادي بتاعك. عايز تتكلم في حاجه اتكلم عن النادي بتاعك، ايه اللي دخلك انت في الاهلي؟ وبالمناسبه انا عايز اقول حاجه، كابتن رضا عبد العال بيمر بازمه صحيه كبيره جدا اليومين دول. سيبك من الانتماءات، نادي الاهلي علمنا كده، سيبك من الانتماءات. كابتن رضا داخل بكره يعمل عمليه كبيره جدا في القلب، يعمل عمليه قلب مفتوح. بنتمنى من كل قلوبنا ان كابتن رضا باذن الله ربنا يمن عليه الشفاء في اسرع وقت، وان ان شاء الله العمليه تنجح باذن الله رب العالمين. كلنا بنتمنى له كده. مفيش حد كاهلاوي يشمت ابدا في حد، مهما كانت مش جنسيته، مهما كان ميوله. احنا عندنا مبادئ اتربينا عليها في النادي الاهلي، هنفضل كده طول العمر طول العمر. الحمد لله رب العالمين. احنا حتى الواحد قبل ما يروح النادي الاهلي، انا هتكلم على الغالبيه، نوعيات لعيبه النادي الاهلي مش عايز اقول منتقاه او مختاره بعنايه، انما نوعيات قلما تجدها في اي نادي تاني. في انديه تانيه في لعيبه كويسه على المستويين الفني والسلوكي، ولكن بمجرد دخولهم النادي الاهلي مش عايز اقول لك بقى ان انت بتتحول، لا انت اصلا فيك الحته الكويسه، فيك حته الخير، فيك النزعه الكويسه، النزعه السليمه. انت بقى بتتعلم في النادي الاهلي حاجات تانيه، مش تقاوم شخصيه واحد مش كويس، لا تزودك كمان. حتى الاساءه، انا عايز اقول لكم موقف بس حصل، يمكن حصل من سنه 85 85 كنت انا لسه جاي النادي الاهلي بقالي سنه، حصل موقف من المواقف واحنا اخطانا، انا واحد من الناس اخطات، حصل يعني تمرد من بعض، مش تمرد، من بعض اللعيبه، الفريق كامل كنا بنتمرن بره النادي. حلو. نادي الاهلي ساعتها، نادي الاهلي كان داخل على ماتش اهلي وزمالك كاس مصر، كويس، فرقه كامله بتتمرن بره النادي مع الكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه. النادي الاهلي بعت لنا كذا مره واتنين، يا جماعه ارجعوا في اللي انتوا بتعملوه، يا جماعه تعالوا اتمرنوا. يمكن انا كنت صغير، كنت لسه داخل على الفريق بقالي سنه، فيعني فضلت ان ساعتها ان انا ابقى مع الجماعه. المهم اللي حصل بعد كده ان النادي الاهلي ادانا فرصه واتنين ما جيتوش، النادي الاهلي عمل اجتماع. النادي الاهلي عمل اجتماع، وعلى فكره كان ساعتها رئيس النادي الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم في الوقت ده ما كانش متواجد في مصر، كان في لندن. كان مين بقى المسؤول ساعتها او مشرف على الكره وعضو مجلس اداره؟ كابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي عمل ايه في الواقعه دي؟ جالنا الاوتيل وقال بكره هتيجوا التدريب مثلا واحده اتنين انتوا هتبقوا متواجدين، كويس؟ ما رحناش.
اجتماع كابتن حسن حمدي طلب من مجلس اداره بصفته مشرف على الكوره هو ان يفوضه مجلس اداره يفوض الكابتن حسن ان هو ياخد قرار. بصوا النادي الاهلي بيعمل ايه الاول، دي ناحيه تنظيميه اداريه في المقام الاول. اتعلم يا اللي عايز تتعلم، اتعلم يا اللي لازم تتعلم. كابتن حسن حمدي قال طيب انا مشرف على الكره، فوضوني ان انا اخد قرار في الموضوع دوت. عندنا ايه؟ اهلي وزمالك كاس مصر بعديها بكام يوم. كابتن حسن حمدي بص لحاجه واحده بس، حته النظام الالتزام اللي بيحصل دلوقتي، ما بصش للي جاي. يعني هو ما بصش لما خد القرار، ما بصش لماتش الاهلي والزمالك اللي جاي. مش عايز اتكلم اكتر من كده عشان في سوابق حصلت قبل كده، مش من عندنا، مش هنا، مش في النادي الاهلي. كابتن حسن ومجلس الاداره بعد كده لما وافق على القرار ما بصش للموضوع ده، ما بصش ان في ماتش، لا 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 لا. انت بترسم مبدا من مبادئ النادي الاهلي اللي اتعودنا عليها. عندك 16 لعيب، فرقه كامله، عندها ماتش كمان 3 4 ايام مع نادي الزمالك في كاس مصر، خروج مغلوب يعني ماتش تخسر تطلع. ولا فكر في الموضوع دوت، فكرش كده خالص، فكر يرسم مبدا من مبادئ النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. لو احنا عايزيننا نتكلم في حاجه تخص المنافسين، لا ده في كتير، مفيش حد بيعمل كده. النادي الاهلي بيعمل كده، اللي عايز يتعلم يبص للنادي الاهلي، مش عيب، مش عيب. ما انت بتبص للكبير عشان تتعلم منه، لازم تتعلم منه. والنادي الاهلي كبير وهيفضل طول عمره كبير. عايز اتكلم عن حاجه تانية يمكن البعض اخدها بصوره مغايره او معاكسه، طبعا انتوا عارفين بعض مين، مش الاهلاويه. تقرير للفيفا 12 من 4 ايام يقول لك ايه؟ ان المنافسه في الدوري المصري الاقل في المستوى في القاره الافريقيه. ليه؟ السبب ايه؟ هيمنه الاهلي على بطوله الدوري اخر 15 سنه. النادي الاهلي حقق اللقب 12 لقب في ال 15 سنه، بينما المنافس نادي الزمالك حقق لقب وحيد بس، وتم الغاء المسابقه في موسمين. يبقى التقرير ده بيقول لك ايه؟ ان مسابقه الدوري المصري هي الاقل تنافسيه. ليه؟ اقل تنافسيه في القاره الافريقيه، ليه؟ بسبب سيطره النادي الاهلي على البطوله في مصر. امتى؟ خلال العقد الحالي. والتقرير ده، التقرير ده احنا ما بنعلقش عليه، مش هنعلق عليه، انما ده تقرير طلع من 4 ايام من غير ما نتكلم عليه خالص. هنرجع نكمل كلامنا، بس هنروح لفاصل وبعدين نرجع لحضراتكم مره ثانيه. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكنا بنتكلم قبل الفاصل على تقرير الفيفا، بس خلوني ارجع لكم بس حته صغيره قبل تقرير الفيفا، يمكن انا ما كملتش الموضوع بتاع الكابتن حسن حمدي. لما حصل وتوقف الفريق كله وقرروا اللعب بفريق 19 سنه، نادي الاهلي هيلعب الزمالك بفريق تحت 19 سنه، نادي الزمالك بكامل نجومه، عشان اوريكم بس ان دائما دائما تنتصر مبادئ النادي الاهلي. خدوا القرار من غير تفكير، نزل فريق 19 سنه كسب نادي الزمالك في الكاس 3-2، لا تعليق. بس انا عشان اوريكم جزئيه، ده النادي الاهلي، نادي الاهلي اللي طول عمره طول عمره صاحب مبادئ وقيم، صاحب تاريخ، مش بالقول بس، لا قول وفعل. دي حاجه مش ممكن تتنسي ابدا على مدار التاريخ، مش ممكن. هو ده النادي الاهلي، نادي الاهلي اللي عمره ما بيتدخل في قضايا بتاعت اي نادي تاني، مش شغلتي، مش بتاعتي. هو ده النادي الاهلي.
النادي الاهلي كبير بتصرفاته، وخلي بالكم النادي الاهلي ما بتكلمش على شخص، ما بتكلمش على اشخاص، لا انا بتكلم على استمراريه. طول عمر النادي الاهلي كده، طول عمر النادي الاهلي كده، على مدار جميع الرؤساء اللي انا حضرتهم لحد دلوقتي. ده موقف يدل على ايه؟ لا هقول لكم بقى الموقف اللي اصعب على الواحد. انا كنت من ضمن الناس اللي كانت موقوفه. خلي بالكم الوقف ده، انتوا عارفين القرار الاول كان ايه؟ كان شد. كابتن حسن كان قاسي قوي، كان عايز يشطب المجموعه كلها. مفيش حد يعمل كده في النادي الاهلي. ولكن بعد كده راعى. خلي بالكم برضو الحته دي في حته التعامل مع ولادك. انا ما بذبحش، انا ما بذبحش مره واحده، انما من ضمن العلاج الثواب والعقاب. اخطات هتتعاقب، انت كبير. انا يمكن دي داخله علشان احنا اتكلمنا في موضوع كهربا، اخطاء هتتعاقب. فانيلة الاهلي فانيلة تقيله قوي، فانيلة كبيره قوي، لازم تبقى على قدر مسؤوليه الفانيلة دي اللي انت لابسها، الفانيلة الحمراء. لازم انت تلعب دلوقتي في النادي الاهلي. انا ما بتكلمش على كهربا بس، انا قلت لك الموقف ده حصل لي 85 وانا بعترف ان انا اخطات. عادي، انا بني ادم ممكن اخطا، بعترف ان انا اخطا، كلنا اعترفنا. بقى اللي هو الصعب علينا بقى، او الصعب كان عليا ساعتها، انا رحت الاستاد اتفرج على الاهلي والزمالك وحموت عشان النادي الاهلي يكسب. انا كان نفسي ان انا اكون في الملعب، كان نفسي ان انا اكون في الملعب. ولكن انا بقى من جوايا، شوف انا هموت ان انا ابقى في الملعب، لا انا هموت ان اللعيبه الصغيره دي تكسب الزمالك في كاس مصر. وكلنا كنا كده على فكره، كل الجماعه اللي كانوا واقفين ساعتها كانوا كده. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. بتبقي مصلحه النادي الاهلي على مصلحتك الشخصيه. لازم تبقى كبير بتصرفاتك، لان انت بتلعب في الكبير، بتلعب عند الكبير، لازم تبقى كبير بتصرفاتك. نرجع للفيفا تاني، على فكره الاهلي كمان خد بطوله كاس مصر ساعتها ب 19 سنه. تقرير الفيفا بيقول لك ان اخر 5 سنين كمان في افريقيا، اخر 5 سنين 5 بطولات في افريقيا خدها نادي واحد في دولتين بس، مصر وغينيا. مصر النادي الاهلي وغينيا هوريا كناكري في اخر 5 سنين، يعني 15 سنه خدتها 12 مره، المنافس خدها مره واحده بس. هو ده النادي الاهلي، في اداره واعيه في النادي الاهلي. على مدار التاريخ النادي الاهلي بيخطط للمستقبل، مش مصلحه شخصيه، لا بيخطط لمستقبل النادي الاهلي. طيب هنروح دلوقتي لزميلنا كريم احمد من فندق الاقامه عشان نعرف منه اخر الاجواء بتاع ماتش النهارده. اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور نادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله كل الامور والظروف والمناخ النهارده تكون مع فريق النادي الاهلي. مباراه غايه في الاهميه والصعوبه وتحدي كبير في المشوار الافريقي، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي، الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي على استاد القاهره في تمام 9 مساء. كل الامور الحمد لله بالنسبه لفريق النادي الاهلي، الاستعدادات الفنيه، تركيز اللاعبين، كل الامور دي الحمد لله طمنا عليها بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي سواء في التدريبات او في فندق الاقامه. حاله من التركيز كبيره جدا، لعيبه النادي الاهلي عارفه قيمه هذه المباراه وعارفه المرحله والتحديات الكبيره اللي لابد يكون فيها تركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. يمكن زي ما بنقول وبناكد يا كابتن ايمن في كل مره، مهما كانت الاصابات ومهما كانت الغيابات، طول ما الجمهور بيساند لعيبه النادي الاهلي وطول ما لعيبه النادي الاهلي عندها هدف وحيد هو اسعاد جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله توفيق ربنا يكون معانا. الكل بيجتهد، لعيبتنا بتجتهد، بيتسو موسيماني بيحاول يبقى في قراءه فنيه مميزه جدا لكل المنافسين. فيتا كلاب يمكن الراجل قراه بشكل كبير جدا، فرج اللعيبه على اكثر من هايلايتس واكثر كمان من مباراه، كل
اللعيبه ذاكرت واجباتها الهجوميه والدفاعيه، لكن يتبقى التوفيق ان شاء الله النهارده، اللي بنعمل ان ربنا يكون موفق لعيبه النادي الاهلي النهارده، ونقدر خطوه بخطوه نتخطى هذه المباراه، نستكمل مشوارنا في المشوار الافريقي، لكن اولا نقدر ان شاء الله نتخطى ونصل الى دور ربع النهائي. احنا طبعا متواجدين يا كابتن ايمن في فندق الاقامه، خلاص كل الترتيبات انتهت، لحظات بسيطه جدا وتوجه لعيبه النادي الاهلي الى استاد القاهره اللي هيستقبل هذه المباراه. فندق الاقامه قريب جدا، يمكن 5 دقائق او 6 دقائق بالكثير يكون لعيبه النادي الاهلي متواجده، فتحركنا ان شاء الله باذن الله هيكون 7:05 أو 7:10 ان شاء الله على استاد القاهره اللي هيستقبل مباراه اليوم. يا رب ان شاء الله يا كابتن ايمن كل الظروف معانا، دعواتك طبعا ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان احنا نكون مركزين. واضح بيتسو موسيماني مهيئ اللعيبه نفسيا بشكل كبير جدا، دوافع اللعيبه متجدده، تركيز اللاعبين بنشوفه في فندق الاقامه، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله ندخل بشكل قوي جدا في المباراه من اول دقيقه، قتال وحماس واصرار وعزيمه، ده اللي طالبينه من النادي الاهلي. لو لعيبه النادي الاهلي عملت كل الامور دي ان شاء الله باذن الله التوفيق يكون معانا، وباذن الله الجديه والاصرار وروح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي دي اللي بنراهن عليها في كل مره. مباراه النهارده محتاجه الجهد الكبير، مش محتاجه الفنيات الكبيره، لان خلاص لعيبه النادي الاهلي قرت وشافت، ويمكن بيتسو موسيماني اتكلم اكتر من مره مع لعيبه النادي الاهلي على الجوانب الدفاعيه، التكتيك، الامور هتبقى عامله ازاي، الجيم كمان يمكن الراجل موزعه، هيجي فيك هدف هتحرز هدف، كل الامور دي بيشتغل عليها بشكل جيد جدا بيتسو موسيماني. لكن يتبقى ان شاء الله لاعبتنا تكون عندها اصرار وتقدر تنفذ كل الامور وكل الجمل التكتيكيه اللي طبقها بيتسو موسيماني في 48 ساعه الماضيه في تدريباته على استاد مختار التتش. يا رب ان شاء الله يكون يوم سعيد اداء ونتيجه ان شاء الله، يقدر النادي الاهلي يتخطى مباراه فيتا، وخطوه خطوه ان شاء الله النادي الاهلي يحافظ على لقب بطوله دوري ابطال افريقيا. عوده ليك من جديد يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، واكيد متواصلين معاك ان شاء الله لما توصلوا للاستاد باذن الله كريم، وان شاء الله بعد المباراه كمان لما النادي الاهلي يفوز بمشيئه الله. طبعا ماتش صعب، ماتش النهارده ماتش صعب، بس احنا مرينا بظروف دي كتير من زمان، مش اول مره، ويمكن الذاكره طبعا حاضره السنه اللي فاتت، يمكن اتاهلنا من السودان، يعني اتاهلنا من السودان لما تعادلنا مع الهلال السوداني 1-1، كان برضو كان الموقف صعب شويه، والمواقف الصعبه ديت قادر يحلها ويتخلص او يتغلب عليها لعيبه النادي الاهلي، وانا عندي ثقه ان النهارده لعيبه النادي الاهلي هيقدموا عرض وكمان هيكسبوا ان شاء الله مكسب كويس. مش بقول كده عشان انا بشجع الاهلي او عايز الاهلي يكسب، لا، انا متاكد ان شاء الله باذن الله ان النهارده هيبقى اداء ونتيجه باذن الله. يمكن البعض مننا متخوف علشان الفتره اللي فاتت يمكن كان حصل فيها يعني المستوى مش عاجب البعض، دخلنا بعد ما جينا من كاس العالم دخلنا على بطوله الدوري العام، فالمكسب الفوز على الجيش كان بصعوبه شويه، ولكن في المواقف الصعبه بيتخلق الابطال، بتتولد النجوم. في المواقف الصعبه يجي دور لعيبه النادي الاهلي، في المواقف الصعبه جدا يجي دور لعيبه النادي الاهلي كده الاهلي جدا. مش هروح بعيد، هفكركم بحاجه امبارح يمكن كلنا اتفرجنا عليها، اهلي وزمالك كره السله في دوري السوبر، اهلي وزمالك كره السله كله اتفرج عليه في قناه الاهلي، ريمونتادا مش تاريخيه، ده لو في حاجه اكتر من التاريخيه تتقال. نادي الاهلي خسران فرق 18 نقطه لحد اخر 5 دقائق فرق 9 نقط، اخر دقيقتين ثلاثه 9 نقط، خلاص يعني هنعمل ايه؟ الفرق كان 18، الاولاد داسوا على نفسهم شويه، قربوا الفارق، عملوا مجهود جبار، ربنا ما رضيش يضيع المجهود اللي هم عملوه. ربنا ما رضيش يضيع المجهود اللي هم عملوه في الاخر. كانوا يستاهلوا فعلا. ريمونتادا ولا اروع، ولا اروع، فكرتني يمكن انا قعدت 20 سنه في امريكا، فكرتني بالماتشات بتاعه دوري السله الامريكي اللي هو اعظم دوري في العالم. ريمونتادا تاريخيه. هم دول ابطال النادي الاهلي، هم دول لعيبه النادي الاهلي، هم دول اللي ان شاء الله هيفرحونا النهارده وهيعملوا عرض كويس، وان شاء الله هيعملوا نتيجه كويسه علشان نرجع تاني باذن الله الماتشات الجايه طبعا باذن الله المكسب يكون حليف النادي الاهلي ونرجع للصداره مره اخرى. انا خلصت كل اللي عندي، هنروح دلوقتي لفاصل
وبعدين نرجع نستقبل كباتننا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كباتن الاستوديو التحليلي كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن اسامه حسني. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن علاء ميهوب اهلا وسهلا بيك منورنا. اهلا بك يا ايمن. كابتن اسامه عرابي اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا بك يا ايمن. الله يخليك. كابتن عادل عبد الرحمن اهلا وسهلا بيك. اهلا كابتن ايمن. اهلا وسهلا. كابتن اسامه حسني اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا ازيك كابتن ايمن. كابتن علاء، ماتش صعب، وياما لعيبه النادي الاهلي مروا بالمواقف دي ممكن من ايامنا ومن اللي قبلنا كمان، ولكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قادرين النهارده يتخطوا العقبه بتاعت النهارده، وان شاء الله الماتش الجاي بتاع بيتا كلوب هناك. طيب، هو النهارده مش عايز اقول ماتش صعب قوي. مباراه النهارده ان شاء الله تكسبها لو في مستواك العادي، مش عايز اهول زي ما بيقولوا في فريق بيتا كلوب، لكن هو فريق انت تكسبه مفيش مشكله، انت النادي الاهلي، انت اقوى فريق في افريقيا مع احترامي لكل الفرق الموجوده، لكن هي الناس حاسبها ايمن على اساس النتيجه اللي حصلت مع سيمبا. فدخلنا في حسابات ان انت مطالب بست نقاط. صحيح. بتوع فيتا كلوب الماتش اللي هنا والماتش ان شاء الله اللي هناك باذن الله. اللي انا متاكد منه عن ثقه، يعني لقيت النادي الاهلي عارف النهارده المباراه مطلوب منها ايه. مطلوب النهارده مباراه ضغط كويس قوي من البدايه، مطلوب ثلاث نقاط النهارده مهمين جدا 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 يعني يحصل على النادي الاهلي.
بغض النظر عن صعوبه المباراه، انا شايف ان هي مش صعبه. لما تيجي تعمل مقارنه بين فيتا كلاب او لعيبه فيتا كلاب ولعيبه النادي الاهلي، انا اتفرجت على فيتا كلاب، لا في فروقات كتير قوي ايمن، فروقات جماعيه وفروقات فرديه، لا انت في حته تاني. لكن انا بقول لك يا الناس كلها بتقول صعب قوي على اساس نتيجه سيمبا، هي بتقيسها كده. لا ونتيجه تانية يا كابتن علي، اتفضل. نتيجه المريخ وفيتا كلاب هناك في السودان نتيجه خادعه زي ما بيقولوا. المريخ ايمن مش هو المريخ بتاع زمان، في نقاط ضعف كتير جدا، وكان هنا في الاستوديو لما اتفرج على المباراه كلها اهداف كده. يعني لما تيجي اصل انت ايمن ما بتقيس فيتا كلاب مع المريخ غير فيتا كلاب مع النادي الاهلي خالص طبعاً. كل أكيد. حاجه اكيد في, في 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 شكل الاداء، في لعيبتك، في العقليه بتاعت اللعيب المصري، لا الموضوع مختلف. لكن هو بيقول لك كلها حاجات ايمن خادعه، يقول لك ده كسب 4-1 المريخ فدي تقلقك، الاهلي خسر من سيمبا فدي تقلقك، فاحنا لازم نكسب النهارده وضغط وكده. انا متاكد منه مستر موسيماني والجهاز الفني بعدين اللعيبه عن الموضوع انك لازم تكسب والمباراه صعبه. يعني المباراه انا شايف ان شاء الله رب العالمين تبقى مباراه سهله جدا، وفي يعني عند لعيبه النادي الاهلي الحل تبقى مباراه سهله صحيح. من البدايه ولعيبه النادي الاهلي زي بقول لك انا مش طالب اعلى مستوى النهارده، وهنفتكر كلامي المستوى العادي بتاع لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله النهارده تلاقي فروقات كبير قوي بينا فيتا كلاب ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، يمكن ماتش النهارده لا يقبل القسم على اثنين، يعني انت مطالب ان انت تكسب النهارده، انت كنادي اهلي تكسب النهارده. يعني في اوقات كتير جدا في بعض المباريات نقول ايه، برضو احنا عايزين عرض ونتيجه. ماتش النهارده من الماتشات اللي احنا عايزين نتيجه. مفيش شك انت الهزيمه الاخيره بتاعت سيمبا حطيتك انك انت لازم تسعى للمكسب. وبالمناسبة كمان ان سيمبا النهارده تعادل يا كابتن اسامه بره ارضه 0-0 مع المريخ. سيمبا كده وصل لسبع نقط مظبوط، واعتقد ان هو اعتقد ان هو هيكسب الماتش الجاي المريخ عنده في السودان وهيوصل ل 10 في وعنده تنزانيا. وعنده ماتشين متهيألي ورا بعض، ما هو بيلاعب رايح جاي زي ما احنا هنلاعب فيتا. فانا اقصد انه الماتش العوده هيبقى في تنزانيا غالبا هيكسب، فعشان كده انت مطالب انك تكسب فيتا كلاب لانك انت بعد كده رايح لفيتا كلاب هناك مطالب انك تكسب. وزي ما علاء قال انت بمستواك العادي ان شاء الله هتكسب، وانا كمان متوقع ان شاء الله هنكسب اكتر من اثنين، انا متوقع كده. وفرقه فيتا مش بالحجم اللي انت متوقعه بنتيجه مباراه المريخ، لانك انت لما تشوف الاهداف اللي ده جت في مباراه المريخ، اولا في هدفين منهم سهلين جدا لحارس المرمى، سهلين جدا. الهدف الاولاني شوطه ضعيفه جدا وقعت من ايده، والكره الاخيره راجل خبطت في داره وراح رقصه وحطها جون فاضي. ومنها واحده بس تسديده من بره 18 راحت بشكل حلو وضربه جزاء. يعني من الشكل اللي احنا شفنا فيه فرقه المريخ في القاهره مع النادي الاهلي 3-0 مش ده المريخ اللي نعرفه. فكان يعني نتيجه سيمب فيتا كلاب معاهم 4-1 ما تخوفناش احنا كاهلي، هي الموضوع خلاص اتحصر بينك انت وسيمبا وفيتا، فعشان كده انت مطالب النهارده انك تكسب فيتا كلاب عشان توصل للنقطة 6 تبقى تحت سيمبا، وان شاء الله تعمل نتيجة ايجابية في مباراة فيتا هناك، ثم جاي لك بقى المريخ وسيمبا يعني. فانا اتصور قصدي هتروح للمريخ وهتلعب سيمبا هنا. سيمبا في الاخر يعني. فالنادي الاهلي خبراته اكبر، امكانيات لعبته احسن، كل المقومات في صالح النادي الاهلي. فانا اتوقع ان شاء الله النادي الاهلي هيكون بس هم جايين لك بروح معنويه عاليه. ماشي ماشي، ما انا ما بقولتش لا، ما هو مش معنى كده ان انا بقول النادي الاهلي فرصه اكبر ان فيتا كلاب جاي مسلم مسلم يعني وخلاص هيتغلب ويروح، لا انا مش اقصد ما اقصدش كده، بس انا اقصد ان كفه النادي الاهلي ارجح بكتير لو احنا في الحاله الطبيعيه بتاعتنا. وانا اتوقع ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله مش هيلاقي صعوبه كبيره النهارده ان يكسب فرقه فيتا باذن الله الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن عادل، رابط النادي الاهلي في الحفاظ على اللقب واستعاده الصداره مره اخرى، هل دي بتحط ضغوط على الجهاز الفني واللاعبين؟ طبعا يا كابتن، عايز اقول لك انه الماتش ده مش هي مباراه القاهره بس، يعني انت طبعاً. عارف انه اصعب حاجه على المدربين انك انت بتلعب مباراتين. النظام الجديد اللي بيتعمل ان انت تلعب الماتش الثالث وبعدين تلعب الماتش الاول مع نفس الفرقه، وبيبقى الفروقات ما بينهم اسبوعين، يعني انت بتتكلم على شوطين، شوط هنا وشوط هناك،
يعني انت مطالب ان انت تعمل تشكيل في تكتيك عالي وتغيره علشان ما تتحفظش في المباراه اللي بعديها. فالنهارده النادي الاهلي مطالب انه 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 يكسب ويخبي شويه اوراق كمان عشان لما يجي يلعب بره ماتش العوده. في فلسفه عند مدربين يقول لك اشتغل على الثلاثه بوند دول من الاول ويحلها 2000 حلال في المباراه اللي بعديها، لكن هي بتبقى اسهل للي بيلعب بقى خارج ملعبه الاول. يعني مثلا فيتا كلوب النهارده هيلعب بطريقه دفاعيه، هو متحفز طول الوقت، يعني هو بيبقى متحفز حتى مباراه المريخ لو اتفرجت عليها هم اللي بيعملوا رد الفعل ما بيعملوش الفعل. لما بيطلع يلعب بره الخطوره بتاعته في ايه؟ الخطوره بتاعته ان هو بيستناك. انت عارف لما بيهاجم في الاول، يعني هو هاجم سامبا هناك لما كان بيلعبه واتغلب منه، كان هو مهاجم اكتر وعنده فرص كتير، لكن سيمبا اتعاد فاز بضربة جزاء وكان في فرص كتير. لكن اهم ما في الموضوع النهارده بالنسبه للنادي الاهلي، لازم المباراه، احنا مش بنلعب مجموعه مبارياتين، احنا مش بنلعب في دور الثمانيه، انت يكفيك هدف او اتنين انك انت تاخد الثلاثه بونت، انت تلعب على الثلاثه بونت. فالنهارده ان شاء الله النادي الاهلي يلعب على الثلاثه بونت بشكل صحيح. والحاجه الثانيه المهمه انه يفضل طول الوقت متحفز لاوراقهم الهجوميه، ولما نيجي نتكلم عليها بقى باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، النادي الاهلي قادر النهارده على الفوز باذن الله رب العالمين، واستعادت ثقه جماهيره اللي اتهزت بعض الشيء الماتشين ثلاثه اللي فاتوا. وعايز اتكلم معاك بقى في حته بقى اللي هم الحسابات. دلوقتي بعد ما سيمبا اتعادل النهارده مع المريخ خارج ملعبه، سيمبا هيروح له المريخ وبعدين فيتا كلاب، يعني عنده ماتشين على ارضه، هو عنده 7 بونت او 7 نقط. طبعا الوضع الطبيعي ان لما يجي لك فرقتين اقل منك فنيا على ارضك المفروض ان انت تكسبه، فهو هيوصل للنقطه 13 وعنده 7 نقط. احنا كنادي الاهلي مطالبين النهارده ان شاء الله باذن الله ان احنا نكسب، هنبقى 6 نقط. عندنا ماتشين جايين ورا بعض خارج ارضنا بره ملعبنا. النهارده ان شاء الله، يعني صعوبه المباراه ان احنا محتاجين المكسب فيها. في المباريات اللي بتبقى عنق زجاجه علشان تقدر تعديها عشان يعني تركب المجموعه وتبقى اول المجموعه تتصدر المجموعه، مش محتاج الاداء على قد انك انت تقدر تطلع بال3 نقاط. دي النقطه الاهم. صعوبه المباراه النهارده واحنا بنقول ان انت محتاج ال3 نقاط، بعد كده ممكن بعد كده يلعب المواجهات المباشره دور صح. فانت النهارده مكسبك لفيتا كلوب النهارده على ملعبك بنتيجه مريحه، عدم تلقيك اهداف ده شيء مهم برضه بيدخل بعد كده في المواجهات المباشره. فالنهارده دي صعوبه المباراه. اللي عقد المجموعه مكسب فيتا للمريخ على ملعبه. مظبوط. المريخ يعني ما ظهرش في البطوله، هو لعب حوالي ماتشين او 3 ماتشات لحد دلوقتي، 3 ماتشات ما ظهرش بالشكل المخيف. فالنهارده النادي الاهلي مكسبه للمريخ وكان قادر انه يكسب اكتر من 3. فيتا كلاب هناك يعني قدر يكسب باريحيه المريخ، فالنهارده مكسبنا لفيتا كلاب مهم جدا 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 النهارده. فيتا كلاب هيعتمد زي ما الكباتن قالوا، النهارده هيدافع بشكل كبير، هيلعب على المرتدات، عنده سرعات قدام في الخط الامامي ده اللي هيلعب الشكل عليه. لكن النهارده النادي الاهلي احرازه لهدف من بدايه المباراه ده مهم جدا، هيغير سيناريو المباراه. مش عايزين نشوف زي ما شفنا في مباراه المريخ النهارده اهداف كتير، او الشوط الاول عدى وانت بتضيع فرص كتير. لا، المباراه زي النهارده لازم تنزل ضاغط من اول مباراه، لازم تحط الشخصيه بتاعه النادي الاهلي، لازم يبقى عندك سرعه في الباص وفي التحرك. مش عايزين نشوف مركزيه في اللعب، لا، مهم جدا عمليه اللامركزيه في الخط الامامي، حته تبادل التحرك، سواء اللي هيلعب مثلا اجاييه، هيلعب حسين الشحات، هيلعب قفشه، هيلعب واليا، يعني حسب التشكيله هيحطه موسيماني النهارده. فالنهارده عمليه اللامركزيه النهارده مهمه جدا، خاصه ان اضعف نقاط خط فيتا كلاب هو الخط بتاع الخط الدفاعي، الاثنين اللي بيلعبوا في القلب. شفنا اهداف فيتا كلاب في المريخ، وشفنا الهدف اللي دخل في المريخ. الهدف اللي دخل في المريخ فيتا كلاب تمركز يعني ساذج من مدافع فيتا كلاب، فده اضعف نقاط فيتا كلاب الخط الخلفي، خاصه الاثنين المساكين اللي في عمق العمق الدفاعي. فده ممكن تقدر تشتغل عليه النهارده بشكل كبير عن طريق الناس اللي هتلعب في الخط الامامي. لكن صعوبه المباراه النهارده مش كفيتا كلاب كمكسب، لا،
يعني الكابتن علي قال لك فيتا كلوب في المتناول، فرقه تكسبها، انت العب ادائك وخليك النهارده في مستواك، والنهارده حته انك تاكد على احراز الاهداف بشكل كبير مهمه، علشان دي هتساعدك بعد كده في المواجهات المباشره. صحيح، يعني انت ميال لان النادي الاهلي ان شاء الله ممكن يحسمها الماتشين دول، اللي هو النهارده فيتا كلوب واللي جاي فيتا كلوب. خلي بالك الفريق الكبير اللي عايز ياخد بطوله دايما، يعني مش العمليه مش المباريات على ملعبك طبعًا بس، ده انت المباريات اللي بره ملعبك دي اللي بتوصل رساله لكل الفرق انك صحيح. انت النهارده ادائك، ودايما بضرب المثل بالبطوله اللي فاتت، البطوله التاسعه، صحيح. انت خدتها ما خدتهاش في المباراه الفاينل، لا انت خدتها في مشوار بطوله، انت صحيح. لما بتكسب بتتعادل مع الهلال السوداني بره وهو بيتعادل معاك في مباراه كبيره باداء قوي، النهارده لما بتتعادل مع سان داونز باداء كبير بره ملعبك رغم الهزيمه اللي كانت السنه اللي قبلها باثار نفسيه، ومكسبك للوداد على ملعبه في الدور قبل النهائي، فانت دايما الرساله بتوصلها مكسبك خارج ديار مش على ملعبك بس. مظبوط، هو طبعا الاول انك بتلعب بتكسب على ملعبك الاول طبعا، وبالتالي ده شيء اساسي، الافضليه لما تكسب بره كمان طبعا، ده المهم بالنسبه للفرق الكبيره اللي بتسعى دايما انها تاخد صحيح. بطوله. تعالوا نستعرض معا على شاشتنا، شاشه قناه النادي الاهلي القناه المفضله لديكم، مشوار الفرقتين في الدوري، مشوار النادي الاهلي في الدوري المصري ومشوار فيتا كلوب في الدوري الكونغولي. يمكن معانا على الشاشه النادي الاهلي لعب 10 مباريات، فيتا كلوب لعب 15، ترتيب النادي الاهلي هنا الثاني، فيتا كلوب الثاني، طبعا النادي الاهلي ناقص له مباريات كتير، نقط هنا 24، ده في الدوري، كل فريق في الدوري بتاعه، دوري محلي، النادي الاهلي عنده 24 نقطة، فيتا كلوب عنده في الدوري بتاعه 35 نقطة، النادي الاهلي كسب 7 مباريات وفيتا كلوب كسب 10 مباريات. كابتن علاء، نروح بقى بسرعة على اوادي بقية التعادل، الفرقتين ما خسروش حتى الآن، الفرقتين ما خسروش في الدوري المحلي بتاعهم، تعادل، النادي الاهلي تعادل 3 مرات، فيتا كلوب 5، نادي الاهلي ليه 21 جول، فيتا كلوب ليه 22، نادي الاهلي عليه 5، فيتا كلوب عليه 7. كابتن علاء، يمكن لما بنيجي نتكلم على التشكيل والطريقه، انت دايما حابب ان طريقه لعب النادي الاهلي ما تتغيرش ابدا، وبتحب طريقه اللعب بره وجوه، تحب دايما تقول 4-2-3-1، دي الطريقه المفضله للعيبه النادي الاهلي. طيب النهارده مستر موسوماني، ايه اللي بيدور في دماغه قبل الماتش؟ الطريقه ولا في تغيير في اللعيبه؟ لا الطريقه اكيد هو واخد قرار فيها يعني، لكن هو دايما بيدور على الاوراق اللي هتنفذ بقى الطريقه اللي هو عايزها النهارده. كويس. ممكن تلاقي تغيير في الاوراق نفسها وفي اللعيبه، لكن الطريقه واحده 4-2-3-1 هو على طول معتمد عليها، وانا من شايف ان دي انسب طريقه تناسب لعيبه النادي الاهلي، تلعب بقى في القاهره زي ما كان بيتكلم اسامه او بره، انت بتعرف تنفذها كويس قوي وشغال بيها كويس لان عناصرك بتنفذها كويس، عندك الامكانيات، فالنهارده انت ما عندكش مشكله في الطريقه 4-2-3-1، ممكن هتلاقي بقى الافراد نفسها والافراد هو شايف وجهه نظر معينه او ايقافات او في اصابات او او او، لكن الطريقه 4-2-3-1 هي دي الطريقه المفضله والمفروض يبدا بيها النهارده، هو هيبدا بيها النهارده ان شاء الله ايمن، هي 4-2-3-1، وزي ما بقول لك انا الافراد بس هي اللي هتنفس، لكن ما فيش تغيير النهارده اكيد طبعا. طيب نخش بقى على التشكيل، هو الطريقه زي ما قال الكابتن علاء واحده، ندخل على تشكيل النادي الاهلي هنشوف يعني التغيير بسيط، معانا هيبقى محمد الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال محمود وحيد، الاثنين اللي في القلب بدر بنون وايمن اشرف، خط الوسط الدفاعي هيبقى عمرو السولية واليو ديانج، قدامهم ثلاثة على الأطراف أجاييه وحسين الشحات، وفي النص محمد مجدي قفشة، وقدام مهاجم وحيد والتر بوالي. نقولها مرة تانية، محمد الشناوي، محمد هاني ناحية اليمين، محمود وحيد ناحية الشمال، أيمن أشرف وبدر بنون في القلب، قدامهم خط الوسط الدفاعي عمرو السولية وأليو ديانج، ثلاثة اللي قدامهم على الأطراف أجاييه وحسين الشحات في القلب محمد مجدي قفشه، وقدام والتر بوليا. كابتن اسامه، في ضوء تشكيل النادي الاهلي شايف البدايه ازاي النهارده؟ وهل في مفاجآت؟ هل في مفاجآت في التشكيل لا ولا لا كنت متوقع؟ لا 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 مفيش مفاجآت،
هو التشكيل ده واضح ان هو ده الشكل الاساسي اللي بيلعب بيه مستر موسيماني، باستثناء انه طبعا اصابه علي معلول كان هيبقى مكان محمود وحيد. انت لما تشوف التشكيل ده هتلاقي معظم اللعيبه دي هي الاساسيه على طول في معظم الماتشات، مثلا العشرة الاخيره او الثمانيه الاخيره. محمد شناوي طبعا لحراسه المرمى، هاني، بدر بنون، ايمن اشرف، وكان علي معلول لما اتصاب لعب وحيد، عمرو السوليه وحمدي فتحي. وواضح ان هو خلاص ان هم دول الاثنين اللي بالنسبه له الاساسيين. يعني احنا يمكن اتكلمنا كتير على موضوع ديانج، وناس كتير شايفه ان ديانج كان ماشي بحاله كويسه قوي، بس واضح انه مستر موسيماني مفضل السوليه وحمدي فتحي كبدايه. لا بس هو النهارده ديانج، النهارده ديانج، النهارده ديانج هيبتدي. انت قلت لي لا 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 ديانج هيبتدي. يبقى السوليه تغيير طفيف في، يبقى خلاص، يبقى دي كان حمدي فتحي هي دي بس. الشحات هو بيلعبه على طول في الجانب اليمين، يعني وده الاساسي بالنسبه له. مجدي قفشه تحت راس الحربه طبيعي. بواليا معظم الماتشات من ساعه ما جه هو الاساسي، احيانا بيبدا مره محمد شريف، مره ماتش كهربا، لكن نسبه 90% هو بواليا. واجايه كلنا متفقين ان هو بعد عودته في احسن حالاته كان نجم المباراه اللي فاتت، هو والشناوي كلنا قلنا اجمعنا على كده، فحاله هايله وجايب جونين. فتشكيل تقريبا هو ده الاساسي في معظم الماتشات زي ما قلنا، باستثناء حمدي فتحي احيانا، وطبعا علي معلول لو كان محمد وحيد موجود، محمد مكان محمود وحيد. محمود وحيد صحيح. طبيعي النادي الاهلي يلعب ضاغط جامد من قدام، طبيعي انه هتلاقي هتلاقي بواليا بيضغط على السردباكين، وهتلاقي قريب منه قوي مجدي قفشه، ودي شفناها في ماتشات كتيره، بيبقى هو مش راس حربه طبعا بس بيلعب تحت بواليا، بس بيضغط من قدام عشان الكرة ما تطلعش كبناء لعب من ورا. وهتلاقي برضو أجايه وحسين الشحات وضغط من وراهم ديانج. على فكره يا كابتن اسامه، قلبين الدفاع بتوعهم ما بيعرفوش يبداوا اللعب من ورا. ماشي، ما هو انا سواء كده او كده واضح انه مستر موسيماني في الماتشات بالذات كمان اللي بتبقى في القاهره اكتر، حتى شفناها في ماتش الوداد هناك وشفناها في كذا ماتش، بيضغط بالراجل تحت راس الحربه لقدام عشان الكره ما تطلعش من ورا. سواء بقى الفرقه بتبدا من تحت فيغلطوا، او طبعا اذا لعبوا كور طويله فهيضطر يرجعوا لتحت شويه. فالضغط هيبقى من بدايه اللقاء، واعتقد انه زي ما كلنا بنتفق ان الفرق الافريقيه عندها مشاكل كبيره جدا في خط الخلفي، عندهم مشاكل بتبقى ساذجه جدا، لان هم تملي بيهتموا بالكره الهجوميه، وما عندهمش المدارس اللي هي بتقعد تقفل الخط، تقرب الخطوط قوي ورا ويقفلوا على ال 20 متر الاخيره قدام ال 18 وبعدين يعملوا هجمه مرتده. ما بيلعبوش بالاسلوب دوت في معظم الفرق الافريقيه اللي شفناها. فعندهم مشاكل كبيره تملي في الخط الخلفي، هتلاقي في مساحات كبيره ورا الباكين، هتلاقي مساحات كبيره في بين قلبي الدفاع، هتلاقي تمركز مش مظبوط، هتلاقي ناس مغطيه الاوفسايد وناس مجموعه مثلا بتضغط لقدام وواحد مغطي الاوفسايد لوحده خالص في الاتجاه الثاني. ولذلك اي لعب سريع ونقله سريعه في الجنب العكسي هتلاقي مشكله ليهم، يعني اللي بيقولوا عليها المنطقه العاميه دي، لو انت بتجمع الكره في جنب وبعدين تحطها في الجنب الثاني، هم ما عندهمش الوعي الخطط الكبير قوي في الحاجات دي. هيبقى في دور كبير من البدايه من الضغط، وكمان محمود وحيد ومحمد هاني لازم يبقى لهم دور كبير في الناحيه الهجوميه، ودي شفناها حسيناها شويه طبعا مع غياب علي معلول انه كان رقم واحد في هجمات النادي الاهلي. فالنادي الاهلي ان شاء الله يبتدي يضغط وان شاء الله يجيب اهداف في الشوط الاولاني. عادل، يمكن كنا بنتكلم معاكم قبل الهوا وانا كان ليا رؤيه في حته التشكيل. دلوقتي التشكيل نزل كابتن اسامه وكابتن عادل زي ما انا عايز. صح، كنا بنقول ممكن اشاييه يكون هو المهاجم او بالظبط. بالظبط. فهل الطريقه، طبعا الطريقه احنا متفقين عليها، انت بتلعب هنا في ارضك فالوضع الطبيعي انك هتلعب ضاغط على الفرقه دي من قدام. هل لعيبه النادي الاهلي او التشكيل النهارده من بدايه المباراه يدي الافضليه من بدايه المباراه اللي احنا دايما في الشوط الاول ما نفتقدها؟ الشوط الاول دائما بنفتقد الافضليه.
هل التشكيل النهارده يدينا الافضليه من بدايه المباراه؟ احنا كنا خايفين ان اجاي ممكن يبقى راس حربه. برافو عليك. وما نودهوش تحت في وسط الملعب. احنا بنقول علشان حته يمكن الفكره ان حته اجاي يستحوذ على الكره في الحته الاماميه. لكن انت بتلعب في ملعبك، انت محتاج ضغط بقوه وبسرعات بواليه. ايوه. دي الحاجه الثانيه المهمه، انك ليه لا ان في اوراق ممكن تكون متشاله شويه، لان انا قلنا ان هي شوطين، شوط هنا وشوط هناك. صحيح. لكن انت في البدايه اقدر اقول لك ان عندنا حته مجدي قفشه هيبقى فاضي كتير قوي. لان هم مش ما عندهمش الوعي التكتيكي العالي قوي، بالذات عثمان ومطارة وفيفيان اللي هو السيرد باكين بتوعهم. ارنست هو يمكن الباك ليفت اللي عنده شويه، بس مستواه نزل بقاله 3 ماتشات. ارنست يمكن من الـ من الـ من المدافعين الكويسين قوي، بس هو خلي بالك من مفاتيح اللعب في الناحيه الهجوميه برضه. انا عارف، ما هو اصلا بس بقاله 3 ماتشات، هو افضل من كده كتير قوي. لكن هو بقاله 3 ماتشات من يعني نازل شويه، لانه كان عنده حته السرعات. هو كان تتشبب علي معلول كده في حته الحته الهجوميه، كان بيهاجم بشراسه. شاباني هو الباك رايت اللي في الوقت الحالي اللي ماشي بطريقه كويسه. هم افضل لعيبه عندهم اللي هم الاثنين تحت بعض، اللي هو ميمبا اللي هو الفرود اللي هو عبيد، وسوزا اللي هو تحتيه. يمكن دول افضل اثنين شويه. فانا عشان كده بقول لك التشكيله النهارده بديانج علشان يجي على سوزا ده، لو مستر موسيماني شافه كويس، لان هو ده المفتاح اللعب بتاعهم اللي هو تحت ميومبا الراس حرب. ولكن الاهم النهارده في السؤال اللي انت قلته يا كابتن، هل احنا التشكيل اللي احنا متواجد احنا فيه احنا نقدر نعمل ضغط عليهم او يعني نخلص المباراه بدري؟ يمكن انا شايف انه بواليا لما بيلعب علشان حته الضغط العالي من البدايه، اجاي مش كان هيعمل ضغط عالي، اجاي بيلعب عشان المحطه، انه يعمل محطه لو راس حربه. لكن الحته الثانيه احنا ناقصنا واحد عنده سرعات زي طاهر، محمد طاهر ممكن ياخد الفرقه ويروح بيهم اكتر. ولكن طاهر ممكن يكون المباراه اللي هناك ليه اكتر من المباراه اللي هنا، عشان هنا يعملوا زون ديفنس، لانهم بيعملوا الخطوه الثانيه دايما. ما هي الخطوه الثانيه لفيتا كلوب؟ فيتا كلوب بيعمل ايه؟ دايما يسيبك انت تعمل الفعل. حتى في المباراه اللي كسبوها للمريخ برقم كويس في السودان، دخل فيهم الجون الاولاني لو فاكر، وهم اللي عملوا رد الفعل. الجون اللي دخل فيهم من سيمبا البنالتي، ولكن كان طول الوقت في البدايه ما عملش حتى في ملعبه، ما بيعملش رد الفعل، ما بيعملش عليك ضغط من قدام. لكن حذاري كل الحذر من الكرات الثابته بتاعتهم، الكرات الثابته بتاعتهم صعبه للغايه، عندهم تمركز كويس في الحته الهجوميه. يمكن انا عاوز اقول لك ممكن ما تبانش هنا في الاستاد بصوره جيده، لان ممكن ما يجيلهمش الكران كتير، لان هيلعبوا بصيغه دفاعيه. لكن طول الوقت الحته التغطيه العكسيه عندهم مشكله، رغم ان شباني وارنست اظهره كويسه قوي، بس اظهره كويسه في الحته الهجوميه. الضعف عندهم في وسط الملعب، الحته بتاعت الضغط ما بيضغطوش. علشان كده يمكن النهارده افضل حاجه حصلت ديانج. ديانج النهارده تلاقيه هو اللي عنده الزياده، وكمان عمرو السولية عنده زياده. طب لو احنا الاثنين دول عملوا زياده، مين اللي هيبقى واقف في نص الملعب؟ انت هتعمل ضغط عليه، هتعمل ضغط ازاي؟ تقرب خطوطك، لانك انت اللي بتعمل ضغط. تطلع ايمن اشرف وبدري بنون ومحمد هاني، لما بتكون الهجمه عند محمود وحيد بيبقوا 3 في وسط الملعب، ويحدد ان واحد في الاثنين السولية وديانج لازم يخلي بالهم. لو طلعوا الاثنين مره واحده هتبقى عندنا مشكله كبيره قوي، مشكله كبيره في سوزا. طيب كابتن اسامه، رايك في التشكيل؟ كابتن عادل قال على نقطه، بس انا بفضل حاجه تانية. احنا اولا احنا كان طبعا تاثير غياب علي معلول خصوصا في النواحي الهجوميه فارق معنا شويه، واحنا حاسين بيه. كابتن عادل كان ليه وجهه نظر من الاستوديو اللي فات، ان هو بيقول لك ايه، هو وجهه نظره دايما بيقول لك الانطلاقات الهجوميه يعملها واحد والتاني يستنى. يعني مثلا الجنب اليمين يطلع هاني، يبقى محمود وحيد يأخر شويه، ما يطلعوش هما الاثنين. ولا انت بتلعب النهارده في ملعبك مطالب انك تكسب، هل النهارده الاثنين دول مطالبين ان هما مع كل هجمه للنادي الاهلي الاثنين دول يتقدموا يعملوا انطلاقات هجوميه من على الاطراف؟ ما انت علشان تكسب في الكوره اول حاجه لازم تدافع صح كويس، لازم التمركز الخلفي وانت بتشتغل في النواحي الهجوميه لازم يكون صح، علشان ما تصعبش على نفسك المباراه كويس. لو تلقيت اهداف انت محتاج النهارده تتعادل وترجع تاني المباراه بمكسب كويس. فانت النهارده
نقطه مهمه، انت بتشتغل وانت من الناحيه الهجوميه لازم يبقى عندك تمركز صح من الاثنين المساكين، تمركز من الباك العكسي لو محمد هاني زايد زايد هاف ديفندر واقف مامن الناس من تحت كلها علشان لو في زياده جايه بيقابلها او الكره الثانيه في نص الملعب. طيب بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي، مين الزياده اللي هيزيد مع او يعمل مسانده هجوميه مع النص اللي قدام؟ هل ديانج ولا عمرو السوليه؟ لا هي دي عند عمرو السوليه افضل. عمرو السوليه بيمتاز بالباص البيني، بيقدر يشتغل الوان تو في المساحات الضيقه، فزياده عمرو السوليه هي الافضل من ده. او مش شرط يبقى واحد بس ثابت حسب حالتك انت في الملعب. لو انت مثلا عمرو السوليه هو الاقرب بيروح وديانج واقف، او العكس ديانج اللي بيروح وعمرو السوليه واقف، حسب حالتك وحسب موقف اللعب. النهارده مباراه مهمه جدا بالنسبه للاعبي الاطراف اللي زي محمود وحيد وزي محمد هاني. احنا اللي كان مقللنا شويه في مباراه الجيش هي الاطراف شويه. كان دايما محمود وحيد عنده تحفظ شويه في الناحيه الهجوميه. محمد هاني كان بيشتغل دايما الكره الطوليه وهو واقف جنب بدر بنون، فيها صعوبه للمهاجم، او بيعمل الكروس من بعيد ما بيحاولش يعدي. دي النهارده لو انت قدرت توصل لنقط خطره مثلا بالنسبه للاطراف وقدرت تعمل عرضيات تقدر تكسبها، ودي اللي فكت المباراه في مباراه المريخ. شفت الاهلي هدف محمد مجدي قفشه الهدف في الاول لما بواليا اشتغل وحطها لمحمد هاني بره، عمل عرضيه كان في تكمله صح. الهدف جه من هنا، واحد قطع الاولى واحد على الثانيه جت لقفشه على البعيد. فالنهارده دور الاطراف مهم، خاصه لما بتقابل فرق بتلعب على التكتل الدفاعي ممكن تلاقي فيه عمق في عمق الملعب عندك فيه صعوبه شويه في عمليه الباص، عمليه التحرك. اللي بيضرب بالكلام ده كله اللي كان بيعمله بامتياز علي معلول. علي معلول مزبوط. اول ما الهاف اللي قدامه بيستلم الكره هو ملوش دعوه، بيعمل سبرنت حوالي 100 متر صح. علشان يعدي علشان ياخد في المساحه الفاضيه صح. فبيعمل كروس العرضي بيبقى فيه خطوره، المدافع ممكن يغلط يحط في نفسه. بمناسبه علي معلول مش بحطه في مقارنه او بحط محمود وحيد معاه في مقارنه، ولكن علي معلول عنده ميزه. هل الميزه دي طبعا خبرته، هو ما شاء الله متالق مع النادي الاهلي ومفتاح من ضمن مفاتيح اللعب. محمود وحيد في الفتره اللي فاتت هو الحمد لله الحمد لله بدا اتقدم، ولكن في الناحيه الهجوميه هو عنده حاجه، حته الريسك. خلي بالك النهارده كابتن ايمن قدامه اجاييه، اجاييه بيشغل الباك اللي وراه طبعا. اجاييه بيشتغل من بره وفي وقت معين بيدخل جوه بيفضي المساحه اللي في ظهره اللي بره دي للباك، وبيقدر يعمل الشغل بتاع الباك والهاف مع بعض عشان يفضي ويطلع. فالنهارده محمود وحيد ان شاء الله يقدر يشتغل شغل كويس، خاصه ان اجاييه قدامه. الحاجه الثانيه لما يبقى عندك، واحنا بنتكلم عن اجاييه بواليا، لما يبقى عندك مهاجم بمواصفات بواليا لازم تعرف المهاجم اللي بيلعب قدامك بيشتغل عليه او ايه اللي بيميزه. النهارده الكرات العرضيه بواليا بيمتاز بيها، فالنهارده لازم تكتر من الكرات العرضيه في ال 18 مدافعي فيتا ممكن يغلطوا. تاني حاجه عندك مهاجم بيمتاز بالكرات العرضيه زي بواليا، التكمله ايضا بتاعت الشحات قفشه وعمرو السليه في ال 18 مهمه جدا. من اهم النهارده النقط اللي ممكن يلعب عليها النادي الاهلي الكرات العرضيه، ما ينفعش اشوف بواليا لوحده صحيح. او الشحات لوحده والتكمله في ظهره، لا لازم اشوف قفشه، ممكن اشوف عمرو السليه، ديانج قافل ال 18 من بره. هي دي التكمله الصح صحيح. اللي ممكن تكسب النادي الاهلي لازم يكون في زياده عدديه، ده مليون في الميه، خاصه انت بتلعب على ملعبك وعايز تكسب صحيح باذن الله ان شاء الله. طيب هنروح نشوف تقرير عن المباراه وبعدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومعانا تشكيل فيتا كلاب، ربنا يعيننا على قراءه الاسامي ان شاء الله. عندهم في حراسه المرمى سيمون وموسولا، ناحيه الطرفين ناحيه اليمين دوجوما شاباني، وناحيه الشمال ارنست لوزولو، الاثنين اللي في القلب عثماني وطارا ووانجو مبابو. قدامهم واحد، يبقى عندنا دلوقتي اربعه واحد، ده اللي هو اللي على الورق. كيكاسا وامبا قدامه اثنين، مساسي اوبنزا وزيمانجا سوزي. ثلاثة اللي قدام ده برضو على الورق هنتكلم مع نجومنا فيها، ريكي تولينجي، عبيد مايمبا وجلودي. نقولهم تاني، سيمون اوماسولا لحراس المرمى، على الطرفين ارنست لزولو ودوجوما شاباني، اثنين اللي في القلب عثماني وطارا،
وانجومبابو دول نقطة ضعف واضحة جدا هتشوفوها إن شاء الله حضراتكم في المباراة. قدامهم كيكاسا وامبا، قدام كيكاسا في اثنين ماساسي أوبنزا وزيمانجا سوزي أو سوزا، ثلاثة اللي قدام اللي على الأطراف ريكي تولينجا وجلودي، وقدامهم عبيد مايمبا. عايزين نقول بالمرة بدلاء النادي الأهلي هيبقى علي لطفي، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، كابتن علاء. على الورق، على الورق عاملين أربعة طريقة اللعب، عندهم 4-1-2-3. هل هي دي فعلا الطريقة اللي ممكن يلعب بيها، ولا ممكن مثلا نلاقي 4-5-1؟ مش لازم 4-1-2-3، ممكن لو على كده 4-3-3، لان المثلث في نص الملعب ده طبيعي في واحد متاخر مدافع واثنين على الاطراف، لكن ما اعتقدش يلعب كده ايام ان هو هيعمل كثافه عاديه في نص الملعب كتير قوي، وعايز يقفل المساحات. انا عارف الجوده بتاعت لان الاهلي وعايزين بيدوروا على مساحات دايما خصوصا على الاطراف، ما اعتقدش يلعب اللي هو هيسيب لك المساحات دي. هيحاول على قد ما يقدر يبقى متحفظ شويه خصوصا في بدايه المباراه، مهما كان هو حتى ما عندوش الوعي التكتيكي، لكن بديهي كده بيلعبك النهارده وعارف مدى اهميه مباراه لعيبه النادي الاهلي، حاول يقفل المساحات كويس قوي، يبقى كل اللعيبه تحت الكوره، ممكن يبقى الاصحر واحد بس اللي هو عبيد هو اللي هيقابل بس، وكله تحت الكوره بعد كده، ويبدا يمسك يقفل المساحات في نص الملعب. لكن لو لعب بالمنظر ده ما اعتقدش ايمن هو كل الوقت بيفكر فيه ازاي ياخر الهدف، وهيلعب على كره مرتده هو اللي هيلعب ده كل اهتمامه النهارده. مساحات وزحمه كتير قوي، ممكن تلعب 4-5-1 زي ما انت بتتكلم. أيوه. طبيعي جدا ممكن العبها النهارده، لكن التشكيله على ورق، ما هو التشكيل على ورق حاجه لكن التنفيذ في الملعب حاجه ثانيه خالص. لكن اللي انا متاكد منه النهارده الدفاع النهارده اكيد مساحات مقفوله كويس قوي، هيحاول يعطل لعيبه النادي الاهلي والهجمات اللي بيعملها النادي الاهلي. وزي ما كان عادل بيتكلم واسامه حسني ان هو عمره هيبقى فاعل النهارده، هو دايما هيستنى انت هتعمل ايه ويبدا يلعب على لعبك انت. أيوه. هل انت هيلعب على هجمه مرتده؟ ده اكيد، لكن هو هيحاول على قد ما يقدر يقطع الكوره من بدري قوي لان مش عايز مساحات كبيره بينه وبين لعيبته، وهيحاول يعطل هجماتك قد ما تقدر. على الجانب الاخر لازم، يعني هو مش هياخد المبادئه، استحاله ياخد مبادئه، هو في كل مبارياته ما ياخدش مبادئه يا يعني. استحاله النهارده هو كل حاجه هيلعب رد الفعل، النادي الاهلي هو الفاعل، هو رد الفعل على طول، رد الفعل على طول، حتى لو حتى لو استقبل هدف ان شاء الله هو مش هيغير طريقته، لان هو رد. بص ايمن، كل مدير فني او كل فريق في طبيعه في لعبه، طبيعه الفيتا كلوب عمره ما كان فاعل خالص في كل مباريات خالص، دايما رد فعل على الفريق الاخر. اشوف النادي الاهلي هيعمل ازاي النهارده، يبقى هو رد الفعل، لكن في اسس وفي حاجات واضحه ان هو هيقفل لك المساحات كويس قوي، وهيحاول ياخر لعبك، هيحاول على قد ما يقدر. هو مش بيفكر في ان هو يبدا هجمه او هو يعمل هجمه، هو كل تفكيره النهارده ازاي يفسد هجماتك انت من بدري، مش عايز يضغط من بدري، الى امتى تحرز هدف؟ عند احرازك الهدف بقى لا، الموضوع هيفتح، الموضوع هيتغير، لان هو واحد زي اثنين زي ثلاثه زي ما انت عايز، لكن ما عندوش، هو ما عندهمش، هم كفريق ما عندهمش ثقافه ان هو. حضرتك بتقول ان الموضوع هيتغير بالنسبه لنادي الاهلي ولا بالنسبه لفيتا كلاب؟ للاثنين. يعني فيتا ممكن يفتح، بس هو ما عندوش ثقافه ان هو يحضر لعب، برضه هيلعب لعب الطويل بتاعه، هي دايما في الاول والاخر دايما ثقافه فرقتك ايه؟ ثقافه النادي الاهلي ان هو عمره بيلعب لعب طويل، استحاله ثقافه ان هو الكرة على طول في رجل لعيبته، استحواذ كويس قوي، بيعمل ضغط هجومي كويس قوي، ودايما ضاغط عليك. على الجانب الاخر فيتا كلاب ما عندوش حته ان هو يبدا هجمه، او عنده العناصر ممكن تعمل له هجمه، لكن دايما هو بيلعب على كره مرتده، غلطات منك انت، لكن هم فيهم ميزه حته التسديد من خارج بيستعملوه كتير قوي، كانت واضحه قوي في ماتش المريخ. صح. تسديد على طول في كل الاماكن، عشان كده حتى لما في هجمه عليك لازم المقابله من بدري من لعيبه النادي الاهلي، خصوصا نص الملعب اذا كان السولاي وديانج، لازم من بدري. لازم يعني، بس هو الخطا ده اللي دايما انا بتكلم فيه، لازم ايمن اشرف بدري بنون يبقى ادفعه من قدام قوي. مزبوط. مش لازم ارجع بظهري اسيب مساحه. مزبوط. الخطوتين دايما بقولها بتاخدها ورا، لا طب ما تاخد الخطوه قدام، ضغطهم في نص ملعبه بالظبط، عشان حته التسديد كمان حتى لو بيسددوا زي الهدف اللي دخل فينا في سيبا كابتن، هي دي التسديد. صح. واكتر من الهجمه اسامه كنا اتكلمنا فيها هنا. مزبوط. ان انت كل ما بترجع بظهرك بالعكس انت بتسيب اللي هو مساحه ان هو خطر على الشناوي. صح. بتقفل زاويه الرؤيه على الشناوي كمان، انت كل اللي بتعمله دلوقتي ما تدافع صح قوي، خد المهاجمين اللي بره، سيب دايما الشناوي شايف الكوره كلها ما تتحرك، لكن ما ترجعش ورا وتخلي انت بتضغط نفسك، بتضغط الشناوي وبتدي فرصه تسديد. لكن هي على في اول اثنين لازم يبقى السوليه وديانج، بعد كده في المقام الثاني بيجي ايمن اشرف وبدر بن. ولكن السوليه وديانج زي ما حضرتك قلت ان هو المكان بتاعهم يبقى في نص الملعب بالظبط يا ايمن. حتى لو هم عملوا هجمه، وده بيحصل،
ما انت المباراه كلها يا ايمن مش هتبدا تهاجم على طول، طبيعي هيحصل عليك ضغط. بس هو الذكاء من اللعيبه دلوقتي اتعامل مع الضغط ده ازاي. صحيح. يعني انا لو اتعاملت بماتش سيمبا في الضغط باسلوب احسن من كده ما اعتقدش كان ممكن يجيب جول. برافو عليك. حته انك تتعامل، ما هو انا مش ممكن هلعب 90 دقيقه مش هتعرض للاختبار. لكن هو الذكاء ان لما اتعرض للاختبار ابقى مجهز نفسي. صح. حاضر كويس قوي اكن مفيش حاجه حصلت. اه وزي ما حضرتك قلت كمان خلي بالك الاستحواذ شيء مهم جدا. جميل. طبعا. كويس. ولكن خلي بالك الاستحواذ وانت معاك الكوره وبتهاجم بيبقى التمركز بتاعك تقريبا في النواحي الدفاعيه مش مظبوط قوي لان كله بيطلع يهاجم. ودي اكبر غلطه بتحصل. اه اكبر دايما يا ايمن انا زي ما بقولها ايه؟ قمه تركيز المدافعين وانت بتهاجم. صح. يعني والكوره مثلا عند بواليا او عند اجيه لازم بدر بنون ايمن اشرف عينيه مفتحه كويس قوي. لو في واحد يبقى واحد ماسك واحد مغطي. صح. يبدا الكلام وتبدا تخلي الناس كلها قدامك. لكن كل المشاكل بتحصل بتيجي هجمه مرتده انت. صح. مش في حاله هجوم. صح. بتسرح بتبص شلوت كده تلاقي واحد. صح. عمل انفراد عليك او عمل فاول او عمل كورنر. لكن هي دايما حته في الاخر ايمن حته تركيز. مزبوط. تركيز ان شاء الله النهارده من اول دقيقه لاخر دقيقه ازاي تكسب وبسرعه. وبعدين ان شاء الله تبدا انت يبان شكلك يبان لعبك. صحيح. لكن مهم النهارده لما كلنا متفقين في الاستوديو الحمد لله انت النهارده بتدور على 3 نقاط في الاول. مزبوط. وبعدين تبدا تفرض اسلوبك في الملعب. مظبوط. كابتن اسامه يمكن الكابتن علاء اتكلم على حته الضغط. لما انت بتبقى مستحوذ وبتلعب وبتهاجم الفريق اللي قدامك لما تفقد الكره المفروض تعمل ضغط جامد علشان تقدر تجيب الكره في اسرع وقت عشان ما يحصلش اللي حصل في ماتش السيمبا. مظبوط. الضغط من اهم سمات الكره الحديثه. بس هو الضغط بيبقى ليه مناطق. كويس. في فرق لما بتضغط ضغط عالي بتفكر اول ما الكره تقطع تضغط في نفس مكان الكره ما فقدتها. كويس. وده زي برشلونه وزي فرق كتير كانت بتلعب بالاسلوب ده. هل احنا بنضغط باسلوب خاطئ؟ لا هو مش بتضغط باسلوب خاطئ. هو انت احيانا التعب بيتمكن منك فما بتبقاش قادر. يعني احنا قلنا ضغط المباريات اللي هي بتاعت كاس العالم ورا بعض ثم جينا لعبنا ماتش المريخ بعديها بثلاث ايام هنا ثم سافرنا لسيمبا. ثم ماتش طلائع الجيش كلها في وقت ضيق. ففي تحس ان في بعض اللعيبه اللي لعبت بالذات الماتشات الكتيره ديت تحس في تعب شويه فبيقلل الضغط. تحسها في حمدي فتحي شويه. أيوة. تحسها فتره في عمرو السوليه. تحسها فتره في هاني غير الحاله مثلا اللي كان فيها في كاس العالم في ماتشين سيمبا وماتش الجيش الضغط اقل. فاحيانا التعب ممكن يخليك بتتراجع. وبتحلق. أيوة. لما بتكون انت فايق وفت وبدنيا رجعت الحاله الكويسه بتاعتك استشفيت كويس وتبقى عندك شراسه في حته الضغط. طبعا مع انك انت ممكن في فرق بيبقى قادره انها تضغط لكن المدرب مش معودهم انه يضغطوا كويس دي حاجه ثانيه. لكن انا بقول لك اللي حسيته في مباراه طلائع الجيش وسيمبا ان تحس في بعض اللعيبه في تعب شويه اثر على جزئيه الضغط. لكن النهارده الضغط مهم جدا. ليه؟ زي ما انت بتقول عايزين نخلي الكوره في نص ملعب فيتا كلاب. لما تضغط من قدام من بواليا ومن قفشه واجاييه وحسين الشحات ولحتى الاثنين الارتكاز بنضغط لقدام وبدر بنون وايمن اشرف ياخدوا الديفنس ويطلعوا لقدام. لما تفقد الكوره لازم تضغط في مكانها. بالزبط. عشان تفضل مواصل الضغط عليهم. بالزبط. خاصه هم امكانياتهم احنا قلنا في التلت الاخير مش كويسه. فهتلاقي في مشاكل في الباكين مشاكل في قلبي الدفاع ودي اتكلمنا فيها كتير. مزبوط. وسهل انا بقول سهل ان احنا نجيب فيهم اجوان بس وحيد وهاني تاني. صح. هيبقى عليهم دور كبير دفاع الهجوم في الدفاع طبعا. والهجومي عشان تنويع الهجمات لان الكرات العرضيه هتبقى مشكله بالنسبه لهم. صحيح. يعني الكرات. صحيح. العرضيه هتبقى مشكله بالنسبه لهم. صحيح. طيب كابتن عادل قبل ما نروح نتكلم على طريقه لعب فيتا كلاب عندنا خبر اقاله نصر الدين النابي المدير الفني للمريخ السوداني بعد مباراه اليوم. كابتن عادل التشكيل والطريقه كابتن علاء قال هم طبعا على الورق حاجه وفي الملعب حاجه ثانيه. سالته هل ممكن يفاجئونا بالهجوم بالضغط من البدايه؟ قال لا ده صعب. بص يا كابتن ايبانجي من المدربين اللي عاوز اقول لك عليهم جريء عنده جراءه.
يمكن من اول المدربين الافارقه اللي خرجوا مرنوا في الصين. خلي بالك مرن فرقه في الصين، مرن منتخب الكونغو كمان، مدرب يعتبر من المدربين الجيدين قوي عندهم يعني. الحاجه الثانيه هو غير عنده تغييره، غير نص الملعب اللي رجع واحد كان بيلعب مبوبو كان بيلعب في نص الملعب كادفيندر المباراه اللي فاتت، رجعه لعب كسرد باك تاني وشال ساعتها فيفيان اللي اتشال، عثماني وطارة ومبوبو هم اللي بيلعبوا الاثنين كسرد باكين. مظبوط. كان بيلعب في وسط الملعب رجعه. ليه رجعه ورا؟ علشان حاجه مهمه قوي، هو لعب الماتشين اللي فاتوا، يمكن الماتش الاولاني اللي اتغلبوا كان بيلعب بنفس التشكيل ده. رجعه ورا مع رباعي خط الظهر ولا قدامهم؟ لا مع رباعي خط الظهر، ما فيش رباعي خط الظهر، ده شال واحد اللي هو كان الاول كان بيلعب المباراه اللي فاتت بتاعه المريخ ارنستو وفيفيان وعثماني وطارة وشاباني. هو شال فافاني هو اللي اتشال ولعب مكانه، حط مكانه واحد تاني، حط مكانه واحد من نص الملعب. اللي غيره التغيير الوحيد اللي اتغير اللي هو ملوكو اتشال وجلوديا اللي لعب مكانه. ففي كمان تغيير في وسط الملعب، ومبا اللي هو نزل نص الملعب مكان مباب. تمام يا كابتن. لكن هنا بقى الفكره في ايه؟ هو عايز ايه من المباراه؟ كويس. وعايز حاجه واحده بس، يمكن انا شاكك في حاجه بس هشوفها في اول المباراه. انا شاكك ان هو ممكن يلعب بثلاثه، يلعب بسرد باكين وقدامهم واحد او وراهم واحد. انا شاكك في المباراه دي هيعمل كده، رغم ان هو تقليدي طول الوقت، لا بيلعب مبارياته كلها 4-2-3-1 واحيانا 4-3-3. يمكن هو مديك هنا على الورق ان هو 4-3-3 بشكل معين في نص الملعب عامل هرمي كده شويه، ولكن دي على الورق. انا شاكك النهارده ان هو هيلعب بثلاثه، ممكن يلعب ثلاثه فلات وهيرجع واحد من نص الملعب يبقى الثالث معاهم. طب والطرفين؟ الطرفين ما هو بيلعب 3-4-3 ممكن يعملها. وممكن يعملها 3-5-2. لا بس الطرفين اللي ورا هيبقى دورهم الدفاعي غالب على الاداء لا اللي هم مش هيهاجموا. طب زي ما احنا زي ما كابتن علاء قال. معلش انا هرجع كده شويه، كان في سؤال حضرتك قلته يا كابتن ايمن على احمد وحيد وعلي معلول. محمود وحيد غير اسمه. محمود وحيد احمد اخو صغير الاسم كانش عاجبه. كان بيلعب. انت سالت السؤال ده على علي معلول، وعلي معلول كيفيه الهجوم بتاع علي معلول. ايوه مظبوط. هنا في مشكله. احنا لازم نعرف ان علي معلول الناس اللعيبه اللي في الملعب في ثقه كبيره قوي فيه في الناحيه الهجوميه. كويس. فلازم بيعملوا له الحته دفاعيه. كويس. يمكن اجيه النهارده انا اتمنى ان نقسم الملعب اثنين، ان اجيه هو اللي يهاجم وما يرهقش نفسه في الحته الدفاعيه، وحيد هو اللي يقف. يمكن طالما انت ما عندكش الحته الهجوميه مؤثره 100% يبقى انت تعمل الحته الدفاعيه، يعني نقسمها مع بعض. محمود وحيد في وقتها عادل ما بيعمل حته الهجوميه بيعملها كويس. انا عارف عنده طبعًا. عنده الثقه وبيعرف كروستا وكويس. بس هو في نقطه يا كابتن عايز اقولها لك. احنا اجاي يمكن انت النهارده لاعب باثنين ديفندرات احتماليه الهجوم بتاعتهم اكتر. يعني لما تلعب بحمدي فتحي اي طرف بيطلع من الاثنين حمدي فتحي بيبقى واقف ما بيزيدش خالص حمدي فتحي. لكن النهارده انت ممكن ديانج والسوليه ممكن يكون عندهم حته هجوميه، فلو طلع محمود وحيد وهاني طلع الحته دي هتبقى حته نص الملعب مفتوحه شويه. علشان كده احنا بنتكلم على ان لما بتهاجم بطرف من الطرف الثاني لازم يخش ثالث في وسط الملعب. لو دخل ثالث في وسط الملعب ممكن استغنى عن واحد من الاثنين ديانج والسوليه في الحته الدفاعيه. كويس. علشان يفضل واحد يقف مع الطرف زي ايمن اشرف ما بيعملها مع علي معلول. ايمن اشرف من اكتر الناس اللي مريح علي معلول في الموضوع ده. ماشي. اول ما علي معلول بيطلع يهاجم ايمن اشرف بيبقى ما بين السرد باك الشمال والباك ليفت. في الحاله اللي حضرتك بتتكلم فيها دلوقتي انا طبعا كلام الكابتن علاء وكابتن اسامه حسني ان هم بيحبوا دايما ان الطرفين يتقدموا. كويس. في الحاله دي وجود اجاييه المفروض في الحاله العاديه لما بيبقى بيلعب علي معلول اجاييه بيخش كراس حربه تاني. تمام. مع النهارده مثلا مع والتر بوالي. تمام. عشان يفضي لعلي معلول. كويس. المكان. كويس. لكن احيانا النهارده هتشوفه واقف على الطرف كتير. علشان انا بقول لك في تعليمات متهيألي الوحيد ان هو ما يهاجمش اكتر من محمد هاني. حاجه خلي بالك محمود وحيد لعب مباراه المريخ عمل
عرضيات يعني كتير في المباراه اكتر محمد الناحيه الثانيه، وعرضيات كانت خطر لبواليا. يعني المباراه اللي فاتت طلع الجيش كانت يعني مباراه استثنائيه، لكن محمود وحيد لما بيزيد بيعمل لا يعني الكروس بتاعه فيه خطوره وفي بيروح للمهاجم، يعني برضو لما بيشتغل خاصه ان الاجاي قدامه، اجاي بيعرف يشغل الباك اللي معاه. يعني في نقطه كلمه عادل اتفضل يعني. بس هو بس الميزه في علي معلول انه من ساعه ما الواحد اتفرج على كوره حتى من احسن الناس اللي الواحد شافهم في توقيت يختاروا التايم كويس. توقيت طلوعه برافو عليه، بيوسع لنفسه بحيث ان بيجبر اللعيبه ان تلعب له. ده اللي انا بقول لك الثقه بتاعت اللعيبه. لكن مش معنى كده ان محمود وحيد طبعا في ماتشات خلي بالك. خلي بالك بس اقول لك فكره بس خلي بالك ما هي بتعتمد لما كان جيرالدو بيلعب في الحته اللي قدام علي معلول ما كانش بيعرف يطلع كتير. جيرالدو لعيب بيلعب على الخط لانه دايما قافل. مظبوط. اما اجاييه لا علي مع اجاييه واسامه الموضوع مختلف، ثنائيه مختلفه. طيب طب في حته عاوز اقولها لك، انه المدرب نفسه لما بيجي يحط تشكيله يعني انا شايف ان السوليه وديانج الاثنين عندهم الحته الهجوميه متعادله شويه، يمكن ديانج بيجي بالكوره بسرعته كويسه، السوليه بيعرف يطلع ورا الفرقه، حمدي فتحي بيبقى واقف خالص بيطلع في الحاجات الثابته فقط. فالنهارده لما تيجي انت تقول لي ان ديانج مع السوليه ووحيد هيطلع وهانا هيطلع، انا اشك في الامر ده كويس، انه مش هيبقى في طلوع كتير، لو طلعوا هيتعبونا جدا. احنا عايزين هي فيها تبادل عادي. هو بيتكلم على التبادل. يعني هو لا يعني في وقت ممكن تلاقي الاثنين طلعوا في وقت واحد، وممكن في وقت زي ما عادل بيقول ان مثلا حاسين ان السوليه وديانج اللي قدام قوي ممكن واحد يضم على نص الملعب. هو ده اللي انا بقول عليه يا كابتن. كل ده بيتحدد اللي بيحصلهولك المنافس بتاعك. المنافس بتاعك لو المنافس بتاعك بيدافع كله، ايه المشكله ان زي ما علي بيقول محمد هاني وحيد يبقى طالع الجنب الثاني. ادام ما فيش حد واقف قلقني الحته بتاعت ديانج وعمرو شويه بيتكلم عليها عادل، فانا بتحرك براحتي. يعني ما ينفعش لو الناس كلها بتدافع ورا، طب ما لازم انا اعمل ضغط هجومي، يبقى محمد هاني من هنا ومحمود وحيد مستني على الجنب التاني عشان الكوره ما تتغير، يبقى في عنده مساحه اشتغل فيها جايه كده اخش راس حربه. انت هتنوع، لكن لو في حد زي ما عادل بيتكلم ان حد ممكن يبقى مستني، لا يبقى زي ما اسامه بقى بيتكلم ايه، هجمه من ناحيه محمد هاني ما انصحش محمود وحيد يطلع التاني. ده بص ايمن اللي بيحدد شكلك الدفاعي الفريق المنافس مش انت. بس في حاجه يا كابتن علاء، يعني هو التشكيل انا بالنسبه لي تشكيل مثالي النهارده كويس في دول اللعيبه ودول الغيابات كويس. انا عايز استفيد بوجود اجاييه في منطقه الجزاء مع والتر بوال كويس، هيعملها اوتوماتيك يا ايمن هيعملها ايمن اوتوماتيك على فكره، لان ميزه اجاييه النهارده مش هتلاقيه على الخط طول الوقت. اجاييه النهارده بقت ميزته ان هو ما بيخش في قلب الملعب بيبقى راس حربه تاني. يعني نفس الكلام ممكن حسين، لكن اجاييه اكتر. اجاييه بيحب المساحات، اجاييه لعيب الكوره يمكن اللي موجود في الفرقه كلها، لو في اي مساحه في الملعب هيعرف يتصرف. يعني سواء كان بيتكلم عليه كراس حربه ممتاز كان محطه بيعرف يجيب جول، بيعرف يتصرف في الاماكن الصغيره. اجاييه النهارده لا مش هتلاقيه على الخط زي ما كان بيلعب هو وعلي. اجاييه وعلي موضوع مختلف تماما. لكن مع محمود وحيد لا هتلاقيه دايما يعني بص هنا لحقونا اهو عملوا حاجه جميله جدا. بص يا ايمن اجاييه مع علي من ايام في تونس هم عارفين بيعملوا ايه، حافظين بعض كويس قوي، بيلعبوا كويس قوي الاثنين مع بعض. بص اجاييه لو جبت له اي لقطه في اي حته في الملعب واحد لعيب كوره مهاري جدا عنده ثقه في نفسه بيتصرف كويس قوي. علشان كده قلنا ان اجاييه النهارده وجوده كراس حربه كتير بيديك انطباع ان وحيد لازم يقف ويقف كتير قوي. عارف ليه يا كابتن؟ لانه انت بتيجي تفضي لعيب مهم زي اجاييه لاعب بقاله فتره قليله، اصابه بقاله فتره كبيره. اجاييه النهارده انت محتاج منه الناحيه الهجوميه قوي زي مباراه الجيش. الكلمه اللي احنا اتكلمنا فيها لو فاكرين مباراه الجيش، اول 10 دقائق الهجمه بتاعه الجيش اللي كانت الانفراد اللي كان محمود وحيد كان متابع ومحمد هاني متابع الاثنين وطالعين وجه متاخر في الكوره وطرحت الانفراد علينا في مباراه الجيش في اول دقائق يعني في المباراه. لكن اللي هو المهم يا كابتن بص يعني علي معلول بيطلع ان تايم زي ما الكابتن اسامه قال كويس. هنا بقى حاجه مهمه عايزين نتكلم فيها، انا النهارده عندي اثنين ديفندرات من اللي بيعشقوا الحته الهجوميه كويس. انا ما اعملش ريسك في اني كمان اطلع الاطراف كتير قوي ماشي. بس هو في بس ممكن واحد يطلع واحد يقعد. ايمن في نقطه مستر موسيماني بالذات، يعني في مديرين فنيين
بيحبوا الاجنحه تلعب على الخطوط قوي، وشفنا احنا مدربين اجانب اشتغلنا معاهم ما بيحبش الجناح يخش للعمق كتير، يعني بيلعبوا الجناح كجناح على الخط وبيخش طبعا في العمق احيانا في الكرات العرضيه والكلام ده، بس واضح من اسلوب مستر موسيماني من ساعه ما جه بيحب يدخل الاجنحه جدا للعمق عشان يحرر الباكين، يعني هو من وعشان عالي يا كابتن اسامه من اسلوبه سواء مع اجايه سواء مع حسين الشحات سواء مع كهربا لما بيلعب على الطرف سواء مع طاهر بيحب تملي الاجنحه تخش للعمق، فلذلك انت تلاقي كتير قوي هتلاقي حسين الشحات تحت بواليا، هتلاقي اجايه تحت بواليا، ومش حتى لو هم مش بيلعبوا تلاقي بيلعب بناس تانية بتلاقيهم برضو يقفلوا عشان طاهر بيعمل كده ايوه عشان يوسع عشان يوسع لوحيد وهاني، فواضح ان من اسلوبه ان هو بيحب ان الباكين يطلعوا لقدام كتير صح. لكن انا مع عادل في جزئيه انه مش على طول يعني في وقت هم يحسوا ان الهجمه فيها 6-7 يبقى لا مثلا هاني طاير والسولية طالع وديانج طالع مش ممكن كمان الوحيد هيطلع فلازم يقفل. حمدي فتحي الوحيد اللي كان بيأمنني في الحته دي، بمعنى ايه؟ ما بينساش حته الوقف. طب يعني ما انا ديانج كده، ديانج عنده الميزه دي ولو السولية بيهاجم كتير ديانج والسولية بيدافعوا ما تخبط بيدافعوا ولكن خلي بالك عندهم الحته الهجوميه عشان لعيبه كوره بيعرفوا يعملوا الباص ويتحركوا على قدام، وبالذات ديانج بيعرف يخترق من احسن اللعيبه اللي الانطلاقه بتاعته بتبقى سريعه، هو بيسرق الملعب زي ما احنا اتفقنا، لو طلع دي يبقى ما فيش الا عندي حل. خلي بالك يا كابتن عادل ديفندر من الاثنين الاساسيين في البطوله اللي فاتت كلها كان باستثناء بس مراد الزمالك بعد الكورونا بتاعت اليو ديانج، كان الاثنين اساسيين عمرو السوليه واليو ديانج كان هما الاثنين الثابتين بالنسبه للموسيماني، وكان حمدي فتحي هو التغييره بتاعتهم الثالثه اتعكست بعد رجوع مباراه الفاينل وكاس العالم هناك، حمدي فتحي بدا يدخل في الحته دي. هو لكن الثلاثه يا كابتن اسامه لما بيلعب ومحمد هاني النسبه بتبقى قد ايه في هجوم علي معلول ومحمد هاني؟ اكتر علي معلول اكتر طبعا يمكن الضعف بس هو في حاجه الضعف كمان بس صح ليه؟ بس هو في حاجه في برضه مقومات شخصيه بتاعت اللعيب، معنى ايه؟ ان علي معلول بص يا كابتن اسامه هو طبيعته بيهاجم كتير كلامك يعني نقطع كلامك يا كابتن اسامه بص ده المواقف الهجومية أو العرضيات اللي بيعملها فيتا كلوب عملها آخر ماتشين. بص ناحية اليمين 18 كرة عرضية، ناحية الشمال 6. ده يدينا إيه؟ مدلول إن زي ما قال كابتن عادل وقال الكابتن علاء إن أنت في الجزء الهجومي لمحمود وحيد هيبقى قليل النهاردة شوية. لازم يقف. لا مش لازم يقف لا انت بتلعب على ملعبك بص يا ايمن مش خلي بالك انت هقول لك بس مش كل الوقت هقول لك بس انت بتلعب على كابتن. انت بتلعب على ملعب ماشي يا كابتن ايمن النهارده انا لما كابتن اسامه لما بلعب على باك قدامي مميز في ناحيه الهجوميه كويس المفروض اشتغل ايه المفروض اطلع قبله من قدام ماشي. يعني محمود وحيد ما يستناش النهارده اما الباك يجي له عشان يبدا يشتغل لا ده بالعكس انا لما طول ما انا بهاجم من ناحيه محمود وحيد انا النهارده موقف الخطوره بتاعت فيتا كلاب حلو وببدا اشتغل عليه واكيد في وقت من الاوقات برجع واقف واتمركز وادافع ما انا مش هاجم لكن لو الواحد وقف اجاييه هو اللي مش هيقابل بص يا كابتن اسامه انت ممكن ما تهاجمش من المكان ناحيه الشمال انت اجاييه اصلا مش هيخلي الباك يهاجم لما اجاييه يبقى على الطرف الباك نفسه مش هيقدر يطلع ولو قابل محمود وحيد في الحته دي لو راح هيقابل محمود وحيد هتتلعب وان تراتش على طول لاجاييه مش هيطلع تاني علشان كده بقول لك هو طلوعه النهارده باجاييه مش هيدخل يا ايمن عشان مش هيدافع كتير في نقطه مهمه اجاييه باسلوب لعبه غير ان مستر موسيماني احنا قلنا بيحب يدخل الاجنحه للعمق وهو اسلوب لعب اجاييه بيتفوق قوي لما بيخش كتير للعمق صح فلو هو دخل للعمق ومفيش حد خد الطرف عشان يستلم او يعمل كرات عرضيه طب انت هتروح اعمل فين السوليه ما عندوش دي ولا ديانج ولا ديانج ولا كمان يعني لا ولا قفشه على الاطراف لا ولا قفشه فلازم وحيد يطلع بس هي الفكره ما في احساس لعيب برده ما انا المدرب بيقعد يقول لي حاجات بس انا برضو عندي امكانيات شخصيه الملعب. انا ببقى فاهم ان مثلا ان انا طلعت مرتين ثلاثه انا تعب الجناح اللي معايا وبيرجع والباك وكذا انا حسيت ان في خطوره شويه بستنى سنه يعني مش كل حاجه المدرب بيلقنها لي بالخطوه ان انا ففي احساس للعيب برضو فوحيد النهارده لو ما عملش الجزء الهجومي في الطرف
اجايت املي بيحب يخش للعمق. طب مين اللي هياخد الطرف؟ طب مين اللي هياخد الطرف؟ طبعا كده يا اسامه. عمر ما فيش مدير فني يطلب من عنده واحد على الاطراف انك ما تعملش الشكل الهجومي. الراجل الهجومي هيتعمل اكيد يعني. حتى الاحصائيه اللي جت دي معلش هم كانوا بيلعبوا مين؟ يعني لا اخر ماتشين. طيب مين ومين؟ سيمبا والمريخ. طب يا انا ما اجيش احصائيه ابني عليها الشكل. انا انت هتلعب النهارده النادي الاهلي بلعب على ملعبي على ملعبي. معلش انت بتلعب النادي الاهلي بقى ولا سيمبا ولا غير ده بتلعب فريق. يعني انت النهارده نازل انت رد فعل وانت اللي بتدافع وانت اللي مستني وانت اللي قلقان. هم اللي قلقان مش انت اللي كويس. احنا الكلام ده بنقوله احنا بس يعني حتى عادل اللي هو حته امان قوي اللي هو عشان ما يحصلش حاجه انت مش عايزها. بس الارقام تديك مؤشر لحاجه ان هم ماشي يا ايمن. ما انا ممكن النهارده هات ارقام مثلا انت بتلاقي اي فرقه ما بتلعبش النادي الاهلي تلاقي ارقام عاليه جدا. هات نفس الفريق وبيلعب النادي الاهلي هتلاقي الارقام مختلفه تماما. كابتن كسب المريخ 4-1 يا سيدي. ما انا شفت المباراه كلها. انا مش دعوه انا مش دعوه زي لا زي عادي يعني. استنى لا يعني مش مقارنه. هي مش مقارنه بس دي كوره يعني. انت لما اخطاء النهارده اخطاء فرديه النهارده شوف الهدف الرابع لما حارس المرمى بيشوط كره طويله وتعدي المدافع يعني عادل بياخدها وعادل مع الفارق يعني بلاعب فرقه مثلا من الدرجه الثانيه ولقيتهم هم عاملين على فرقه 20 كروس من ناحيه اليمين و20 كروس. لما يجي يلعب مع فرقه زي النادي الاهلي هل الاحساس ده ممكن ما يطلعش بولا واحده يعني؟ هو يعني المهم النهارده المقارنه مختلفه كابتن علاء. كابتن علاء المهم النهارده بقى احنا ما شفناهوش في مباراه سيمبا هناك اللي خسرنا فيها مباراه الجيش اول 15 دقيقه اول 20 دقيقه المبادره بقى المبادره البدايه دي النهارده دي متوصل الرساله النهارده في الضغط في التحامات. النهارده مطالب يا اسامه بدايتك قويه جدا هجوميه قويه جدا. انت عايز تخلص المباراه بسرعه زي ما عادل بيقول تبدا تهدى خلاص. انت عايز من المباراه ايه ان شاء الله هدف وتاني عشان امورك تهدى خالص. لكن النادي الاهلي دايما بيعمل حاجه. لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي دايما احترامك للمنافس دي حاجه ما فيهاش مشاكل طبعا. اما احترم المنافس على فكره دي حاجه ايجابيه جدا. لكن مش هقيس انا كنادي اهلي نفسي باي منافس تاني. لكن الاحترام اللي عادل بيقلق منه ده حاجه مفروغ منها. انا محترم فيتا كلاب تماما كل الفرق على فكره حتى لما لعب مريخ السوداني انا محترمه تماما. لكن انا النادي الاهلي ليه اسلوبه وليه شكلي وبعرف ازاي اتعامل مع الفرقه الافريقيه كويس جدا. مظبوط. طيب احنا اتكلمنا على دور كل واحد تقريبا. جه الدور بقى على حسين الشحات. حسين الشحات المباريات اللي فاتت لغز يمكن محيرنا ومحير جماهير النادي الاهلي. احيانا تلاقيه في فترات المباراه عالي جدا واحيانا كتير تلاقيه كانه مختفي تماما. حقيقه وانا هنا كنا في الاستوديو التحليلي بعد مباراه طلائع الجيش حتى يعني قدمت له نصيحه كده. حسين الشحات من اللعيبه المهمه جدا. مهمة لما بيفوق بتحس ان بيعمل لك خطورة في جبهة اليمين حتى صحيح. لو محمد هاني ما اشتغلش معاه صح يعني ممكن الراجل الطرف محتاج الباكي يبقى فيه مساعدة. لا حسين الشحات عنده الحلول واحد على واحد بيعرف يعدي مزبوط. عنده المهارة انه بيعرف يسجل هدف مزبوط. ودي بتبقى قليلة في اللعيبة اللي بتلعب تحت المهاجم. هو عنده دي وعنده دي لكن هو محتاج يفوق نفسه بقى. محتاج النهاردة لما كان هو مريح في مباراة سيمبا هناك ما سافرش مع الفرقة كان مريح في مباراه المريخ فكان لازم يكون المردود في مباراه طلع الجيش اقوى صح. المردود البدني كمان كميات الجري الموجوده في المباراه مزبوط. دي شفناها قليله. ابتدى هو اول 10 دقائق وبدات الكره لما يعني ما تمشيش معاه بدات الثقه بتاعته تقل في نفسه مزبوط. لا بالعكس يعني حسين الشحات لعيب مهم النهارده عليه دور مهم جدا صحيح. وعنده الحلول وكمان بيعرف يلعب في المساحات الضيقه صح. انت يعني اللعيب اللي بيلعب تحت المهاجم طول ما هو عنده الملكه انه يعرف يشتغل وكره تحت رجله مش محتاج مساحات كبيره ده يعني تطمن له هو في موجود في الملعب في اي وقت صحيح. لكن هو لعيب مهم جدا لعيب اساسي عنده وعي في التحرك محتاج هو يعني يساعد نفسه اكتر من كده شويه علشان يكون المردود اكتر من كده شويه. حلو ده بالنسبه لحسين الشحات. حسين الشحات واللي حواليه بقى في احنا لاحظنا في الماتشات اللي فاتت حته ندره التسديد على المرمى حقيقه ودي ما كانتش موجوده فترات كبيره جدا في النادي الاهلي حقيقه. يعني انت لو شفت المباراه اللي فاتت هتلاقي التسديد حسين الشحات سدد كوره اللي صدها كان محمد بسام وممكن يكون في تسديده تانية لايمن اشرف. حته التسديد مهمه جدا خاصه في التكتلات الدفاعيه دي صحيح. النهارده عندك حسين الشحات بيعرف يسدد مجدي قفشه بيعرف يسدد مجدي الوحيد اللي عنده الجرأه وعمرو السوليه بيعرف يسدد والسوليه لكن النهارده انك تاخد القرار التسديد ده مهم جدا مزبوط. انك تكون محضر كوره مثلا
بتتنقل لواليا ويكون فيها عنصر المفاجاه انك انت تسدد. فدي دي مهمه جدا. انت دايما عندك المفاتيح اللي تقدر تشتغل عليها في الماتشات اللي فيها تكتلات الاطراف. عندك مهاره التسديد مهمه جدا. صح. عندك مهاره بقى الحلول الفرديه. صحيح. بدخل ال 18 واحد على واحد. صحيح. المهاره الفرديه دي ما يقدرش يقولها المدرب. لكن انت دي بتاعه اللعيب، بتاعه قرار اللعيب نفسه ان انا ادخل. بمناسبه واحد على واحد يا كابتن اسامه، محمود وحيد دايما بيبقى خايف ياخد القرار ده، يعني بتجي له اوقات كتير جدا ناحيه الشمال واحد ضد واحد وهو ممكن يعدي ويعملها. في لعيب لما بيكون بعيد عن الماتشات دايما بيلعب على المضمون، مش عايز يغلط. ممكن يكون محمود وحيد برضو احنا بنلتمس العذر، علي معلول هو اللعيب الاساسي. أيه. زي الشناوي لما بيكون اساسي، علي لطفي برضو تلتمس العذر رجليه مش في الملعب. صحيح. لكن محمود وحيد بيأدي في حدود الفترات اللي هو بيلعب فيها او بيشارك فيها. لكن عنصر التسديد النهارده عنصر مهم خاصه في التكتلات الدفاعيه وعنصر المتابعه. انت النهارده لما لعيب بيسدد لازم التكمله من حسين الشحات، لازم من ولتر بواليا يكون مكمل. برضو الكرات الثابته النهارده، الكرات الثابته مهمه جدا. النادي الاهلي اشتغل عليها في مباراه طلائع الجيش وكان مع مستر موسيماني في اول ما تولى. دايما عنصر الكرات الثابته مهم جدا، بيشتغل الركنيات عنده، بيحافظ هو عنده رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه، بنشتغل واحد اثنين ثلاثه. ودي كنا متابعينها في كاس العالم من الانديه واحنا كنا بنتابع التدريبات، دايما عنده حصص في التدريبيه دايما عنده فقره ثابته الكرات الثابته. سواء في الركنيات سواء في الكرات الثابته اللي خارج ال 18 التركات بيعملها، فده مهم النهارده. عندك اطوال بدر بنون مميز جدا بدماغه في الكرات الثابته، عندك ايمن اشرف، عندك عمرو السليه، يعني عندك ولتر بواليا، فعندك لعيبه بتمتاز بالكرات الثابته. فالنهارده لازم النادي الاهلي يبقى عنده تنويع في الكرات الثابته، ما تبقاش الكره الثابته الركنيه الصريحه ان انا مجدي قفشه بيرفعها واحده او محمود وحيد واحده. المدافعين الافارقه دايما الوقفه ما بيبقاش فيها صحصحه، فانت النهارده ممكن تقدر دايما في اخطاء، طبعا في اخطاء تعمل واحد على اثنين تعملها من اللعبه الثانيه دي بيبقى فيها خطوره. صحيح. كبيره. بس الله يكون في عون وحيد لما بيلعب بعد ما علي مكان علي معلول. ايوه صحيح. انت لا صحيح. انت كأي لعيب يعني احنا لو فاكرين الاول دلوقتي الشناوي اي حارس مرمى بيلعب بعد الشناوي انت طبعا في طبعا بتبقى حاسس لا وغير الكهرباء انت كراجل بتتفرج خلاص يعني الشناوي. صحيح. بالنسبه لك حاجه زي ما كان الحضري قبل كده. صحيح. فهي الحته بتاعت وحيد لما بيجي يلعب مكان علي معلول عاوز يقنع الناس، هيقنع الناس بايه؟ ايوه بان علي معلول مستو انه بيهاجم، اهاجم زي علي معلول؟ أيوه. طيب لو هاجمت زي علي معلول هيبقى عندي الحته اللي الناس هتثق فيا، يعني في حته علي معلول احيانا ما بيدافعش. ايوه ايمن اشرف اللي بيدافع اللي وراه بيحل حل فتح اللي بيدافع له دي ودي مهمه جدا. صحيح. فعلشان كده احنا مش عايزين نظلمه وما بنتكلمش على الحته الواحد ضد واحد دي يا كابتن اللي هو ما عندوش ثقه في نفسه. لا. صحيح. هي الواحد ضد واحد انا عاوز اقول لك حاجه غلطته ان هو بيحط نفسه في واحد ضد واحد. أيوه. هو علي معلول ما بيحطش واحد ضد واحد. مزبوط. علي معلول التايمنج اللي بيطلع فيه. أيوه. في الحته الفاضيه. أيوه. لكن محمود وحيد علشان لسه الثقه ما جاتلوش فبيعمل ايه؟ صحيح. بيروح بدري بيقف فالراجل بيقف له فبيستلم الكره تبقى واحد على واحد. كابتن علاء هنشوف اهداف الشوط الاول واحنا داخلين على الماتش دلوقتي انت كمدير فني مستر موسيماني طبعا خلاص اتكلمنا في الفني يقول ايه لعيبته وهم داخلين على الماتش ده؟ حياتي حاجه واحده بس خش بمنتهى التركيز ومنتهى الهدوء ودور على الهدف الاول بس ان شاء الله يعني هنشوف اهداف مبكره ان شاء الله كابتن اسامه شوف اهداف مبكره النادي الاهلي باذن الله. عندي احساس هنشوف اهداف مبكره واعتقد ورطة البوريه النهارده هيبقى عنده فرصه كبيره من الكرات العرضيه اللي هتحصل عشان عندهم مشاكل كبيره في هو بيلعب بدماغه كويس. أيوة اعتقد يعني ان شاء الله كابتن عادل النادي الاهلي هيحسمها من الشوط الاول احترس وان شاء الله نحسمها بس احترس كابتن اسامه هنخلص الماتش من الشوط الاول ان شاء الله ان شاء الله اتمنى تكون بدايه قويه ويكون في اهداف ان شاء الله باذن الله رب العالمين كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم ان شاء الله هنروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول ارجوكم انتظرونا